بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. طبعا كل ما بتقترب المباراة كل ما أعصابنا الحقيقة بتبقى، أو الأوقات اللي جاية بتبقى صعبة جدا 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 علينا كجمهور وعلى اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الإدارة وعلى كل محبي النادي الأهلي في كل مكان. ولكن يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو الحامي الكبير لكل اللي بيحصل ده. زي ما حضراتكم شايفين أنا الحقيقة سعيد جدا جدا بمدى استجابة الجميع للمساندة، مش استجابة لينا طبعا، ولكنها دايما جمهور الأهلي هو اللي بيعمل كده لوحده من غير ما حد يتكلم ومن غير ما حد يقول، ولكن استجابة لكل المساندات وكل الدعم الحقيقة لصالح فريق النادي الأهلي خلال هذه الفترة. زي ما دايما بنتكلم وزي ما اتفقنا ان انا هتكلم في تقريبا هي نفس المواضيع الايام الثلاثه اللي هتكلم فيها، لانها مواضيع هامه جدا، كل اللي احنا بنفكر فيه وكل اللي احنا بنأمله في المباراه القادمه ان لعيبه النادي الاهلي اللي هيلعبوا ال11 اللي هيلعبوا اي ما كان اسمه، اي حد هيلعب ما عنديش اي مشكله مع اي حد، ولكن يجب ان يكون هناك تركيز كبير من اللاعبين لانها المباراه النهائيه في بطولة دوري الأبطال. مهما كان الفريق اللي بتلعبه، فريق كايزر تشيفز للمرة المليون، وكل شوية بنقول هذا الكلام، والنهاردة هنوري حضراتكم من خلال وجود كريم سعيد وأحمد ثابت معايا النهاردة في الفقرة الثانية، هيكونوا معايا النهاردة وهنشرح لحضراتكم كيف يلعب فريق كايزر تشيفز، وهل هو فريق مخيف ولا فريق عادي ولا فريق أقل من العادي. هنوري حضراتكم أن هذا الفريق هو فريق صعب، هو ليس بالفريق الكبير قوي وليس بالفريق القليل قوي، خلي بال حضراتكم من هذا الكلام. الفريق ده دائما ما يلدغ عايز بيعمل ايه، كل المباريات اللي لعبها باستثناء مباراة او اتنين بيكسب 1-2-1، ما بيخشش فيه اهداف كتير، ولو كسب بيكسب 1-0 او بفارق هدف، وبالتالي هو فريق يستطيع ان يدافع بشكل جيد وفي نفس الوقت ممكن يلدغ. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في يوم المباراة، مباراة نتمنى من كل اللاعبين اللي هيلعب محمد الشناوي او علي او اي حد من اللي موجودين، غالبا هيكون طبعا محمد الشناوي يبقى مركز لغايه الراس حربه لو كان محمد شريف، مجموعه اللاعبين كلهم يبقوا مركزين، ال11 اللي بيلعبوا مركزين، السبعه اللي قاعدين بره يكونوا مركزين، مش عايزين اي حاجه تانية غير التركيز في المباراه. وكل الاخبار اللي جايه لنا من المغرب بتقول هذا الكلام، اللعيبه ما بتفكرش في اي حاجه، ما عندهاش اي مشكله مع اي حاجه غير ان انا ازاي افكر العب المباراه القادمه واكسب البطوله العشره لصالح النادي الاهلي ولصالح جمهور النادي الاهلي. هو ده اللي لعيبه النادي الاهلي بتفكر فيه خلال هذه الفتره. طيب بما اننا بنتكلم عن المغرب خلينا نروح المغرب. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل بنكون مع حضراتكم طوال النهار، تغطيه خاصه جدا خلال هذه الفتره من المغرب. عندنا مجموعة عمل متواجدة هناك من الساعة 10 الصبح في البرنامج الصباحي لغاية كل وطوال أيام أو طوال اليوم. الحقيقة كل البرامج اللي بتشتغل على شيء واحد فقط، وهو كواليس النادي الأهلي وإيه اللي بيحصل هناك طبعا فيما هو ممكن أن يذاع للجمهور، لأن احنا قناة النادي الأهلي قناة اللي بتساعد وبتقف خلف فريقها مش أي حاجة تانية. علشان كده خلينا نروح المغرب لزميلنا كريم احمد. الحقيقه المجموعه اللي متواجده باذله مجهود كبير جدا عشان تنقل لحضراتكم الصوره لحظه بلحظه وايه اللي بيحصل. وزي ما حضراتكم شايفين ربنا يكرمنا يا رب، الواحد لما بيشوف بس صوره كريم والمغرب الحقيقه بتبقى الواحد يعني جسمه بيقشعر الحقيقه، لانه الكل ينتظر المباراه، الكل ينتظر ساعه الصفر ان شاء الله يوم السبت الساعه 9. يا رب يكرمنا جميعا ونقدر نتخطى هذه المباراة الهامة جدا والصعبة جدا. نروح لزميلنا كريم أحمد من المغرب يحكي لنا أو يلخص لنا إيه اللي حصل النهاردة طوال النهار وهو أعتقد في ملعب المباراة أو معرفش راح الفندق، هنعرف منه دلوقتي. خلينا نسمع زميلنا كريم أحمد، اتفضل يا كريم. كابتن اسلام كل التحيه ليك من جديد، والشكر والتحيه موصوله ايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه كابتن اسلام يعني كلنا هنا مشدودين شده كده قويه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله الشده دي تكون مع لعيبه النادي الاهلي في ال 90 دقيقه باذن الله كلها تكون دوافع وتكون رغبه كبيره، ويا رب ان شاء الله التوفيق يكون معانا كل الاجواء حتى هذه اللحظه. كابتن اسلام ماشيه بشكل جيد جدا ومطمئن، الترتيبات الاداريه يمكن اتكلمنا عليها مرورا طبعا بالتدريب. ابدا معاك النهارده كالعاده طبعا ونطمن كل جماهيرنا من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي ورسائلنا اليوميه والكواليس
الكواليس اللي مش حدش هيشوفها طبعا الا على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده يمكن كان اليوم مع كابتن اسلام طبعا نقدر نقول بقى اليوم الفعلي والتدريبات الخاصه طبعا والاستعدادات الكامله لفريق النادي الاهلي. النهارده اليوم بدا صباحا طبعا وجبه فطار 10 صباحا، غداء 2:30، ثم محاضره فنيه 6:30 طبعا بتوقيت المغرب. يمكن المحاضره استغرقت 45 دقيقه. بيتسو موسيماني الحقيقه اكد على اكثر من نقطه في هذه المحاضره، اكد طبعا على التركيز الكبير في تدريب اليوم للنهارده. يعتبر كابتن اسلام وانت عارف طبعا وكنت احد نجوم النادي الاهلي، عارف ان تدريب النهارده هيكون فيه شغل كبير جدا. تدريب الغد يكون اقل، تدريب طبعا يوم الجمعه اللي هيكون طبعا مسموح ليه الاعلام اول 15 دقيقه، ويمكن بيبقى الامور صعبه شويه ان انت تقدر تنافس تكتيك بشكل كبير، لان انت عارف يا كابتن اسلام الملعب الخاص هنا طبعا هو ملعب كهرماء الدار البيضاء، يبعد عن فندق الاقامه 30 دقيقه. بكره كمان هيكون على نفس الملعب. ارضيه الملعب يمكن جيده، ويمكن تواجدنا عليها طبعا في النسخه الاخيره، ويمكن اكدت هذا الامر كابتن اسلام طبعا في مداخلتنا امس. الامور طيبه جدا، حضور مجلس الاداره بالكامل متواجد بيتابع المران. التامين هنا حاجه مميزه جدا، الجو العام هنا كابتن اسلام مطمنا الحقيقه، الكل معانا، الكل بيساند الشرطه، الشعب المتواجد، الامور طيبه جدا. شينا النهارده بقى زي ما قلت لك كابتن اسلام، قلت لك يمكن احنا رجعنا ما كناش شايفين اي حد من الجماهير او اي حد من اشقائنا المغاربه في الشارع طبعا للحظر، لكن النهارده الحقيقه ويمكن كل ده يتعرض على شاشه قناه النادي الاهلي، حب ومسانده واشارات طبعا بعلامات النصر من كل الحقيقه اشقائنا في المغرب هنا المتواجدين معانا لحظه بلحظه. الحقيقه كل طبعا الشكر ليهم، يا رب ان شاء الله باذن الله كل الرسائل دي والدعم الكبير يكون مع فريق النادي الاهلي. عايز بس اطمنك كابتن اسلام بقى النهارده على التدريب، الحاله المعنويه، حاله اللاعبين، مدى التركيز الكبير الحقيقه اللي شايفينه مع فريق النادي الاهلي. تدريب يمكن بدا النهارده طبعا في تمام الثامنه، وهو طبعا توقيت المباراه التاسعه بتوقيت القاهره. اجتمع الحقيقه بيتسو موسيماني في بدايه المران، اكد على اهميه المباراه، اكد على التركيز في التدريب، ثم بدا التدريب بجزء بدني بسيط وجزء خططي وتكتيك كامل جدا. يمكن احنا كابتن اسلام كالعاده ما بنكون طالعين معاك بيبقى خلفيتنا طبعا الملعب، وبنحاول ان احنا ننقل الامور دي، لكن حفاظا طبعا على سريه المران. ويمكن احنا طبعا حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، قناه الاهلي هي جزء بيساعد النادي الاهلي وبيساعد فريق الكوره، ففي حاجات الواحد بيقولها طبعا في اطار طبعا المسموح، وفي حاجات طبعا بتترك طبعا لميعاد المباراه، سواء تكتيك، طريقه لعب، المهام طبعا اللي يمكن بيتسو موسيماني الحقيقه مأكد عليها طبعا مع الباكات، مع خط الوسط، مع خط الظهر، بيركز بشكل كبير جدا كابتن اسلام على الارتداد. ده يمكن امر ملاحظينه في التدريبات، التغطيات العكسيه ده امر مهم جدا جدا طبعا، سواء محمد هاني متواجد، سواء اكرم متواجد، علي معلول، محمود وحيد، التغطيات دي مهمه جدا. فالحقيقه الجديه واضحه جدا، والتحذير كان مع اللعيبه يعني واحده واحده، محدش يخش جامد على بعض، لان واضح الجديه، كل عايز ياخد فرصه كابتن اسلام. حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي، وكل لعيب يرتدي قميص النادي الاهلي في النهائي للمره الثانيه على التوالي، ده امر مهم جدا. فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله كل الترتيبات الاداريه والفنيه والمجهود اللي بيقوم بيه اللعيبه ان شاء الله باذن الله كل ده يكلل بالنجاح يوم السبت ان شاء الله. يا رب تكون بقى فرحه كبيره هنا في كازابلانكا، وايضا كمان في القاهره وكل شوارع القاهره ان شاء الله. الامور مطمئنه يا كابتن اسلام، وينقصنا بس ان شاء الله التوفيق يكون معنا في المباراه. انا معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسارات. طيب البعض هنا بيتكلم عن ان قد تكون حاله التركيز الكبيره جدا عموما، يعني انا برضو لو تجيب لنا سمير لو سمحت التمرين، تحس ان برضو لاعبين بيحاولوا يطلعوا من الضغط يا كريم، بمعنى ان احنا شايفين بعض الهزار في بدايه التمرين. اعتقد ان ده شيء رائع جدا، وشيء بيطلع اللاعبين من الضغط اللي عليهم اللي هي اللحظات البدايه في التمرين. الخبرات مهمه جدا يا كابتن اسلام، وعندنا عدد الحقيقه من لاعبي النادي الاهلي وكباتن الفريق اصحاب خبره، وعارفين امتى يكون في وقت التهريج، وامتى يكون في وقت الفرحه، وامتى بقى الجد يكون متواجد. هي يمكن في لقطه مهمه جدا في البدايه طبعا، اكيد بنهني محمد شريف، يمكن قدوم مولوده الجديد شريف محمد شريف، ويمكن كانت في لقطه مع كل لعيبه النادي الاهلي حيوه طبعا. أيوة. كالعاده طبعا اي حد بيكون عيد ميلاده متواجد اللعيبه كلها بتحيي في لقطه طبعا معتاده من كل لعيبه النادي الاهلي على نظام اوروبا. الحقيقه محمد شريف يمكن كل اللعيبه حيته في بدايه المران، لكن مجرد ما بيتسو موسيماني صفر بدايه المران الكل دخل في مرحله التركيز ومرحله الجديه الكبيره جدا المعتاده على فريق النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسلام وباكد على الخبره الكبيره، وانت يمكن حضرت اكثر من نهائي وحضرت مباريات عديده جدا، لازم يكون في هزار بسيط ولازم يكون في هدوء شويه، وده الدور الكبير الحقيقه اللي بيقوم بيه كل كباتن فريق النادي الاهلي. لعيبه الكبار بتكلم، لعيبه الصغيره، الكل بيتكلم، ما حدش يا كابتن اسلام ما بيتكلمش غير على المباراه، ما حدش ما بيتكلمش غير على اسعاد الجمهور. 90 دقيقه مش عايزين نروح لابعد من كده، كل الحقيقه اللعيبه بتركز في هذا الامر مع الجهاز الفني بالكامل، مع المحاضرات الحقيقه اللي بيبقى فيها حماس كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي ليه دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي ومع اللاعبين الكبار وكل اللعيبه. الحقيقه كلماته بتكون مؤثره جدا، وجود الكابتن الخطيب باستمرار بيطمن على اللعيبه، يكون متواجد معاهم في المطعم، في اللوبي، في الباص، في الملعب، كل الامور دي الحقيقه واصله للعيبه بشكل كبير. عشان كده بقول لك كابتن اسلام حاله التركيز كبيره جدا والحماس موجود بشكل كبير جدا، مطمنانا والثقه موجوده، لكن بناكد في كل مره ثقه بحذر كبير جدا، لان الحقيقه كايزر الشيفز فريق مميز وعنده امكانيات وعنده مدير فني مميز جدا،
فلابد الشغل يكون كبير وايضا كمان يكون الشغل اكبر من بيتسو موسيماني. الامور يا رب يا رب يا كابتن اسلام ان شاء الله تستمر بهذا الشكل اللي ماشي عليه الحقيقه الجهاز الفني مع لعيبه النادي الاهلي. التوفيق لو معانا كابتن اسلام الامور هتكون مختلفه بشكل كبير ونقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه ويا رب القادم يكون افضل ان شاء الله للنادي الاهلي. هل في كلام ما بين اللاعبين او ما بين اعضاء البعثه عن الحكم او طاقم التحكيم اللي هيكون متواجد في هذه المباراه؟ يعني لا ما اقدرش اقول ان في احاديث طبعا عن الحكم، لكن اكيد في احاديث بالنسبه للجهاز الفني. الحكم طبعا يعني ما اقدرش نقول الحكم مشهور، طبعا عندنا حكام في افريقيا مميزين جدا ويمكن خاضوا مباريات عديده، لكن في حذر الحقيقه من الحكم طبعا لان ممكن قراراته تكون مفاجاه. الاعتراض يمكن بيتسو موسيماني بياكد على هذا الامر في كل مره مع الكابتن سيد ابو الحفيظ، ضبط النفس امر مهم جدا مع اللعيبه، التدخلات لسه مش عارفين برده الحكم يعني اتجاهه يكون ايه او الشكل العام يكون ايه، لكن التحذيرات موجوده والخبرات الحقيقه موجوده مع كل لاعبي النادي الاهلي. احنا كابتن اسلام بس يكون موجوده والحماس الكبير اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكون التوفيق معانا. الشغل اللي بيبذل من مجلس الاداره ومن اللاعبين ومن الجهاز الفني يعني عندنا تفاؤل كبير وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى كبيره جدا ان بعد الجهد الكبير جدا اللي بيبذل والمناخ الطيب اللي بيتوفر من مجلس الاداره ان شاء الله يكون ربنا معانا والتوفيق يكون معانا في 90 دقيقه. لكن امر الحديث عن الحكم ده متروك بقى ليوم المباراه ان شاء الله، ويا رب يكون التوفيق معه مع طاقم التحكيم بالكامل يا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله. كريم، دور اللاعبين الكبار ودور اللاعبين الخارج القائمه الافريقيه الحقيقه ووجودهم مع الفريق، الحقيقه انا بصيت لها من زاويه تانية ان هي وجود هؤلاء اللاعبين دعم ومسانده لزمايلهم الحقيقه حاجه محترمه جدا تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسلام يعني اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي دي كلمه كبيره جدا، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا. ما بنشوف اللعيبه كلها متواجده اللي خارج القائمه واللي داخل القائمه واللعيبه اللي لسه اللي بتعمل ريكفري وبتعمل استشفاء وبتعمل طبعا تأهيل، كل الامور دي بتدينا اشاره كبيره جدا. هي اسره واحده، الفرحه واحده، ويمكن في الهزيمه واحده، لكن الرساله دي مهمه جدا. كل اللعيبه الكبار الحقيقه وده امر مهم جدا بيحفزوا بياكدوا على هذا الامر، بياكدوا على اهميه المباراه، بيركزوا ايضا كمان يمكن الجانب المهم جدا انت مفيش جمهور يا كابتن اسلام في الطرف الثاني، لكن زي ما بنقول لو كان في مداد متواجد لو كان في اي فرقه مغربيه الامر كان هيكون مختلف بشكل كبير، فده عامل نشتغل عليه بشكل كبير. لعيبه بتاكد على هذا الامر، كل كباتن الفريق الشناوي ايمن اشرف وليد سليمان سعد سمير كل الحقيقه اللعيبه الكبار بتتكلم على هذا الامر، واللعيبه كمان اللي متواجده على الجانب الاخر. عندنا لعيبه صغيرين كبير جدا لكن قيمتهم كبيره جدا وعقلياتهم كبيره جدا وعارفه يعني ايه اهميه قميص النادي الاهلي وعارفه يعني ايه ترفع البطوله العشره للموسم الثاني على التوالي. كل الامور دي في ذهن اللاعبين، في ذهن الجهاز الفني، في ذهن مجلس الاداره. يا رب ان شاء الله باذن الله تكلل بالنجاح كل هذه المجهودات يا كابتن اسلام. الجو او درجة الحرارة حول معدلها يعني مفيش تغيير كبير اعتقد. الجو مميز جدا يا كابتن اسلام، الساعة 8 نفس التوقيت اللي هيكون فيه المباراة الحقيقة درجة الحرارة 24-25 وفي يعني نقدر نقول في برد شوية وده أمر يعني يساعد لعيبة النادي الأهلي بشكل كبير على الجري. يعني كنا بنتمنى يبقى في رطوبة أو في الكلام ده، لكن يا رب يوم السبت في تقلبات. بس يا كابتن اسلام يعني كل ما بنسأل حد يقول لك الجو ممكن يتقلب، الصبح الحقيقة بيبقى في حرارة لكن الجو بالليل في ميعاد المباراة جو مميز جدا، ويمكن تكون إشارة من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يوم السبت يكون الجو بهذا الأمر وإن شاء الله بإذن الله يكون البطولة العشرة من نصيب النادي الأهلي يا كابتن اسلام. كيف تتكلم الصحافة المغربية عن هذه المباراة النهائية؟ الحقيقه اهتمام اعلامي كبير جدا هنا طبعا بكل الصحف المغربيه، كل طبعا الناس بتتكلم طبعا على استقبال المغرب لنهائي دوري ابطال افريقيا ووجود النادي الاهلي بقيمته الكبيره، الكل عنده تفاؤل كبير، الكل بياكد على النادي الاهلي عنده نجوم وبيتسو موسيماني الحقيقه الناس بتشيد بيه بشكل كبير جدا وبيحبوه بشكل كبير جدا، وكل الصحافه بتتكلم على المباراه على اهميه المباراه، النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي اصحاب صاحب رقم كبير وصاحب تاريخ كبير. لكن انت ذكرت نقطه مهمه كابتن اسلام، قلت التاريخ لوحده وال90 دقيقه لوحدها، فده اللي احنا بنتكلم عليه وبناكد عليه كمان. مهما كانت التاريخ ومهما كانت البطولات 90 دقيقة مختلفة بشكل كبير جدا، لكن الاهتمام الإعلامي هيزيد كمان بقى مع قرب المباراة ومع وجودنا طبعا في المؤتمر الصحفي اللي هيكون إن شاء الله يوم الجمعة 12:30 ظهرا بتوقيت الإدارة البداية، يكون المؤتمر الصحفي بحضور محمد الشناوي كابتن الفريق وبيتسو موسيماني مع التصريحات بقى ومع التصريحات الشناوي هنبدأ بقى نخش في اتجاه تاني مع الإعلام المغربي المساند والدعم بشكل كبير جدا لكل لاعبي النادي الأهلي. هل اللاعبين بيتابعوا تصريحات لاعبي كايزر تشيفز خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا؟ الحقيقة تصريحات لعيبة كايزر تشيفز الحقيقة هي تصريحات متوازنة جدا، ما بيفكروش برضو غير في شيء واحد فقط وهو كيف يفوز كايزر تشيفز على النادي الأهلي. هل التصريحات دي بتوصل للاعبين ولا بعدين عن الموضوع ده شوية؟
الحقيقه كابتن اسلام، يعني في فصل كبير جدا وفي تركيز كبير. ممكن طبعا الاخبار بتتناثر بشكل بسيط جدا، لكن ان يمكن اي خبر ياخد حيز فكر كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، لا ده ما اعتقدش يكون متواجد مع لعيبه النادي الاهلي، لكن اللعيبه بتواصل وبتتابع بشكل كبير، ويمكن عندهم طبعا امل كبير. كايزر تشيفز زي ما قلنا اول مره يمكن يصلوا ليها النهائي، وعندهم دوافع وعندهم امور عديده، ده بيوصل للعيبه، وبعض الناس طبعا بتتكلم، واللعيبه انت عارف يا كابتن اسلام اللي يمكن طبعا بيبص على خبر بيتابع حاجه، لكن اهتمام كبير للطرف الثاني لا، كل اللعيبه هنا مهتمه بشكل كبير جدا بالتدريبات، بالاستعدادات، بالتعليمات الخاصه ببيتسو موسيماني. ده امر مهم جدا يا كابتن اسلام، وحابين ننقله للجمهور الحقيقه، لان جمهور النادي الاهلي بيأدي رساله رائعه، وده مش كبير عليه، دعم ومسانده مهما كان، حتى اخر لحظه، مهما كان اللي بيحصل الفتره اللي فاتت، مهما كانت الاخفاقات او مهما كان المكسب، هو دعم ومسانده فقط لغير بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. ده بقى النقطه المهمه جدا اللي واصله لكل اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه البطوله، وعارفه يعني ايه جمهور مصر او جمهور النادي الاهلي او شعب مصر بالكامل يفرح في هذا اليوم، يوم السبت. يا رب ان شاء الله يكون يوم فرحه ونصر وسعاده لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن اسلام عموما كل التوفيق، بشكركم دائما على التغطيه الرائعه الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي بشكركم على التغطيه اللي عاملينها، فان شاء الله نكمل بكره وبعد وبعد ان شاء الله، وان شاء الله يا رب لغايه يوم المباراه وايه اللي هيحصل في المباراه. اشكرك جدا زميلنا كريم احمد من المغرب، زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دائما ان احنا نضع حضراتكم لحظه بلحظه على ايه اللي بيحصل في المغرب، لو اي حاجه حصلت هتلاقونا بنجيب كريم او بنجيب اي حد من المغرب يقول لنا ايه اللي بيحصل، عشان تبقوا حضراتكم دايما متواجدين على شاشه قناه النادي الاهلي، تشوفوا ايه اللي بيحصل، الفريق بيتحرك ازاي، بيتمرنوا ازاي، الهزار اللي بيهزروه، الجد اللي بيشتغلوا بيه، تمرينتهم عامله ازاي، اكلهم عامل ازاي، شربهم عامل ازاي. عايزين نعيش حضراتكم مع اللاعبين، واللاعبين عارفين الكلام ده كويس، عارفين ان حضراتكم بتتفرجوا عليهم في شاشه قناه النادي الاهلي، وعارفين ان حضراتكم مستنيين يوم السبت القادم، ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نرفع الكاس في ظل مباراه صعبه جدا جدا، لازم يجتهد كل اللاعبين اللي موجودين على ارض الملعب علشان يقدروا يصلوا للهدف الرئيسي لينا ان شاء الله، وهو الفوز في هذه المباراه. ان شاء الله تبقى مباراه تاريخيه، يا رب ان شاء الله يبقى يوم السبت القادم هو يوم جميل على كل الاهلاويه. طيب عندنا برضو عندنا النهاردة زي ما حضراتكم عارفين، أو زي ما أنا بتكلم معاكم دايما، تصريحات لاعبة كايزر تشيفز. أنا بصراحة من امبارح ومن أول امبارح ساعة ما اشتغلنا من يوم الحد لغاية النهاردة، كل يوم بقرأ تصريحات، وكل يوم بخش على الموقع الرسمي ليهم عشان نشوف هما بيقولوا إيه، بيتكلموا إزاي، بيفكروا إزاي. بنحاول دايما نوصل لحضراتكم كيف يفكر فريق كايزر تشيفز في هذه المباراة، حتى من الناحية الإعلامية، لأنه خدوا بال حضراتكم النواحي الإعلامية دي بيبقى فيها حروب نفسية، هو بيرمي لك حاجة وبعدين ياخد من الناحية التانية حد تاني يقول حاجة تانية وهكذا. هذه هي كرة القدم، مقبول فيها هذه الحروب النفسية. كل اللي احنا شايفينه ان هم الحقيقة تصريحاتهم متوازنة جدا، وفي نفس الوقت هم مركزين جدا ازاي يكسبوا النادي الاهلي، هم ما بيفكروش في اي حاجه. خدوا بال حضراتكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب افريقيا للمتابع، يعني احنا دايما بنحاول نتابع عفوا ايه اللي بيحصل في جنوب افريقيا، بنخش على صفحاتهم، بنخش على مشجعينهم، نشوف بيتكلموا في ايه وبيقولوا ايه. عندهم استعدادات كبيره جدا 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 علشان كايزر تشيفز، المشجعين نادي كايزر تشيفز بيعملوا استعدادات غير طبيعيه، بيعملوا مساندة ودعم، طبعا ما يجوش نص دعم جمهور النادي الأهلي اللي لعبته، ولكن من حقهم ان هم يساندوا فريقهم، من حقهم ان هم يدعموا فريقهم كايزر تشيفز. وبالتالي انت حضرتك لما تيجي تشوف اللي بيخش يعني على صفحات في جنوب افريقيا هيعرف ان هم عاملين زخم على هذه المباراة بشكل كبير جدا، وبيوصلوا للعيبة الرسائل اللي هم عايزين يوصلوها من خلال رسائل فيديوهات ورسائل على السوشيال ميديا في جنوب افريقيا، وعلى صفحات اللاعبين بيبعتوا لهم دايما وبيقولوا لهم احنا معاكم، ربنا يكرمكم، انتم يعني عاملين ماتشات كويسه، وان شاء الله هتكسبوا الماتش اللي هم بيقولوش ان شاء الله يعني هتكسبوا الماتش اللي جاي والكلام ده كله. فبالتالي مسانده ودعم جمهور النادي الاهلي ظهر امبارح واول امبارح، بيظهر دائما ولكن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما شفته امبارح والنهارده واعتقد بكره وبعده لغايه يوم السبت، هتلاقي جمهور النادي الاهلي مسيطر على كل الترندات اللي موجوده اكيد 100% من غير ما ابص. انا لسه ما بصيتش النهارده، ولكن انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي، لانه انا في الاخر كلاعب بفتح التليفون وبشوف جمهور النادي الاهلي واقف معايا ولا لا، بشوف جمهور النادي الاهلي
هو متأكد ان هو واقف معاه، ولكن انا عايز احس بالاحساس ده. هحسه ازاي وانا مفيش جمهور في الملعب؟ وخصوصا انا دي تقريبا التجربة الاولى لان احنا نلعب مباراة واحدة وتبقى خارج مصر. السنة اللي فاتت كانت اهلي وزمالك كانت في القاهرة، وبالتالي كنا عارفين ايه اللي بيحصل والدنيا ماشيه ازاي في المغرب. عشان كده انا بسال دايما ايه اللي بيحصل في المغرب، هل الناس مهتمه بالمباراه، خصوصا ان طرفها فريق من جنوب افريقيا والنادي الاهلي، وبالتالي مفيش طرف مغربي في هذا الموضوع. ولكن الصحافه المغربيه عامله شغل كبير جدا على هذه المباراه، لانهم هم اللي بينظموها، وبالتالي برضو الموضوع اصبح مش اي حد ينظم المباراه النهائيه. الحقيقه السنه اللي فاتت مصر، السنة دي المغرب، السنوات القادمة هتبقى دول تانية. فأنا بقول لحضراتكم المساندة والدعم واجبة جدا 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 خلال هذه الفترة، وربنا يكرمنا يا رب إن شاء الله يوم السبت القادم. مش عايزين نضغط كتير على اللاعبين، ولكن عندهم خبرات كبيرة تسمح لهم إن هم يعدوا إن شاء الله الثلاث أربع أيام أو لغاية يوم السبت القادم. طيب خلينا نروح لواحد من المديرين الفنيين الكبار. الحقيقة هو جه مصر فترة، قعد مع النادي الإسماعيلي في فترة قصيرة، ولكن أيضا هو واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي راح درب كايزر تشيفز، وأيضا جه هنا في كان مديرا فنيا لنادي كايزر تشيفز في لما الأهلي كسبوا في السوبر الحقيقة الإفريقي 4-1. مستر محسن أرتوغرال المدير الفني السابق لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي يكلمنا برضو عن هذا الفريق. أولا بنرحب بك مستر محسن. جزيلا لدعوتي وشكرا لتواجدي معكم لكم جميعا. مساء الخير. اول سؤال عايز اساله لحضرتك، كيف ترى المواجهه الكبرى ما بين النادي الاهلي وفريقك السابق كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري الابطال؟ وانا عارف ان انت متابع جيد للفريقين. كذلك منذ كنت ادرب فريق الاسماعيلي. اسماعيلي مظبوط. ودائما كنت أتابع الكرة المصرية بعد ذلك، وكذلك حينما أدرب حاليا كمستشار للاتحاد التركي كذلك أتابع الكرة المصرية، فبالتالي لم أفقد الاتصال مع الكرة المصرية والرياضيين المصريين. أنا دربت من قبل الفريق النادي الإسماعيلي وكذلك فريق كايزر تشيفز، فبالتالي هذه المباراة تعد مباراة مهمة للفريقين. رأيك في مستوى الأهلي وفي مستوى فريق كايزر تشيفز في الوقت ده، يعني في مباراة الدور قبل النهائي فاز النادي الأهلي على الترجي وفاز نادي كايزر تشيفز على الوداد. شفت الماتشين ازاي وشفت الفريقين ازاي، وايه رأيك في هذه المواجهة؟ تابعت الفريقين، لم أشاهد المباراتين لكن لأني كنت مشغولا في متابعة الفريق التركي في بطولة اليورو، لكن كما قلت متابعتي لسنوات طويلة لهذه المباريات ولهؤلاء الفرق، فهذه النهائيات تكون قوية جدا من الناحية النفسية ومن الناحية الفنية كذلك، فهذا الأمر يعد مختلف تماما بالنسبة للفريقين. بالطبع دربت فريق كايزر تشيفز وهو فريق دفاعي في المقام الأول، وكذلك الأهلي دايما يتسيد المباريات ودايما يلعب بقوة وبنظام. الأهلي دايما يلعب بشكل منظم، فبالتالي بالنسبة لي هذا الأمر مهم جدا، وخصوصا أني لعبت أمام الأهلي من قبل. الكثير من الفرق لا تستطيع أن تسيطر على 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 أجواء المباريات ضد الأهلي وتنافس الأهلي في المباراة. الأهلي دائما يفوز ودائما يفوز بالبطولات.
أما بالنسبة لكايزر تشيفز لديه منافسة مهمة جدا، يجب عليه أن يحاول أن يسيطر على الفريق على المباراة أمام الأهلي. طيب طبعا ذكرياتك في 2002، أو هل هذه المباراة تعيد لك ذكرياتك في 2002 عندما كنت مديرا فنيا لنادي كايزر تشيفز؟ لا، هذا الأمر مختلف بالنسبة الأمر بالنسبة لعام 2002. الأمر كان مختلف، الأهلي كان يلعب على أرضه، فبالتالي الأمر كان مختلفا. الفريق كايزر تشيفز كان أقل مما يبدو حاليا، وفريق الأهلي كان منظما جدا. كنا نلعب تقريبا بفريق الشباب ولم يكن فريقا متمرسا، فالأهلي تمكن من السيطرة على المباراة بشكل كامل. أما الآن فكرة الآن تعتبر أكثر تطورا وأكثر ثباتا بالنسبة لفريق كايزر تشيفز. حينما كنت أدرب الإسماعيلي كان الأمر بالنسبة لي، عرفت كرة القدم المصرية بشكل أكبر والدوري المصري بشكل أكبر، فبالتالي الكرة كانت مختلفة في ذلك الوقت عن الكرة الجنوب أفريقية. أما الآن لدينا فريقين، فريق يهاجم طوال الوقت وفريق يحاول أن يلعب على الهجمة المرتدة، فالأمر مختلف. طيب وجهة نظرك أو تقييمك لتجربة بيتسو موسيماني كمدير فني إفريقي ولأول مرة داخل النادي الأهلي، كيف تقيم تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي؟ جدا في رأيي، جاء في منتصف الموسم تقريبا وفي آخره، فكان الأمر صعبا على بيتسو موسيماني. الأمر كان يتطلب أشياء عديدة، وكان مختلفا بالنسبة له عن أي دولة أخرى، حيث أنه أول مرة، فالأمر مختلف تماما حينما تلعب بالنسبة في شمال أفريقيا عن أوروبا. حتى المدرب يجب عليه أن يتأقلم على الوضع في شمال أفريقيا، وكما قلت أنا دربت في المكانين، فالأمر مختلف تماما. وهذا سبب اعتقادي أن كوتش بيتسو كان تأقلم سريعا مع فريق النادي الأهلي. حينما تدرب الأهلي يجب عليك أن تفوز دائما، يجب عليك أنت مطالب بالفوز دائما، فالأمر مختلف تماما من حيث الضغط وكذلك طريقة اللعب. الأهلي فريق له متطلبات كثيرة، وليس الفوز فقط، ولكن الضغط من جماهير الأهلي والضغط من وسائل التواصل. تمام، حضرتك بتمتلك خبرات كبيرة جدا في التدريب داخل القارة الأفريقية وخصوصا في جنوب أفريقيا مع أكثر من 6 أندية، كيف ترى النسخة الحالية من فريق كايزر تشيفز ومن هم عناصر الخطورة فيه؟ أعتقد في بداية الأمر دائما نرى الكثير من اللاعبين المهمين في جنوب أفريقيا، والفريق الحالي فريق متغير من حيث التنظيم، وهذا أمر مهم جدا. الآن يجب أن تحلل الأداء بشكل مستمر وتتأقلم معه وتتابع الكرة الأوروبية، والفريق الآن تغير تماما، فمن السهل جدا أن تدافع ومن السهل جدا أن تغلق المساحات، ولكن ليس من السهل أن تلعب كرة مفتوحة. وكفريق كايزر تشيفز الآن فريق متكامل، فريق يحاول أن يلعب كرة هجومية كذلك، لكن عليك أيضا مع الدفاع أن تحاول أن تفتح مساحات وتلعب هجمات مرتدة. فريق كايزر تشيفز حينما يفوز بالكرة يحاول أن يفعل ذلك. يوجد ليبو مانياما، يوجد هو لعيب رائع جدا، لعب في الدوري التركي، يستطيع أن يوصل الفريق ببعضه من خلال التمريرات القصيرة. يوجد العديد من اللاعبين كذلك في فريق كايزر تشيفز. كذلك مدرب الأهلي بيتسو موسيماني أكيد قام بتحليل فريق كايزر تشيفز أنه لعب أمامه كثيرا.
لكن هذه المباراة غير متوقعة، فهذه المباراة مهمة جدا كذلك، لكن لا نستطيع بسبب الضغط على الفريقين لا نستطيع أن نتوقع مسار المباراة. الأهلي بالطبع لديه طريقة مميزة في اللعب وقابل الفريق من قبل، لكن يظل الأمر في منافسة بين الفريقين. في الجيل الحالي في الأهلي من أكثر اللاعبين اللي لفتوا نظرك؟ يوجد العديد من اللاعبين الأهلي. أنا كتبت ذلك بالأمس. أعتقد أن لديكم صانع ألعاب مميز جدا. مجدي أفشة. هو لاعب لديه نظرة واسعة للملعب ويستطيع نقل الفريق بشكل جيد. لديه رؤية ولديه نظرة ثاقبة في الملعب، فهو أعتقد الأهلي فريق مسيطر على الكرة الأفريقية بسبب جودة لاعبيه. لا أستطيع أن أخوض مباراة ضد الأهلي إلا عندما أكون منظم بشكل كامل. أعتقد أن كوتش بيتسو ركز على هذه النقطة وركز أن الفرق المنافسة فعل ذلك. أهم شيء بالنسبة لي أن الفرق أمام الأهلي لديها مواقف مختلفة، خصوصا فريق كايزر تشيفز. لديه الآن فريق قوي، لكن موقفه متباين. أعتقد أنه سيؤدي جيدا، لكن لن يستطيع أن يضاهي فريق الأهلي، حيث أن الأهلي لديه لاعبين جيدين، خصوصا حارس المرمى كذلك. فأعتقد أن يجب ألا نركز مع أمر النتيجة. النهائي غير متوقع ويجب أن نستمتع به. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا مستر محسن، وشرف لينا أن حضرتك تكون موجود معنا. شكرا جزيلا محسن أرتوغرال، المدير الفني السابق لفريق كايزر تشيفز. ويعني كنا حبينا بس أن احنا نعيد الذكريات مع محسن المدير الفني السابق لنادي كايزر تشيفز. طيب، بما اننا بنتكلم عن حكم المباراه، او كنا اتكلمنا عن حكم المباراه مع زميلنا كريم احمد، خلينا نطلع نشوف تقرير عن حكم المباراه. وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هستقبل اولى الفقرات كريم سعيد واحمد ثابت. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن كل ما يخص فريق كايزر تشيفز من النواحي الفنيه، فيديوهات وصور وكل شيء وارقام وكل شيء. هنطلع نشوف هذا التقرير عن حكم المباراة وفاصل، وبعد الفاصل كريم وثابت في البيت الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا هبدأ الحلقة من أولها، مش يعني كأني أنا مفيش حاجة قلتها قبل كده، هبدأ الحلقة من أولها. ليه بقى؟ عشان معايا النهاردة كريم وثابت، عشان مغلطش في الأسماء. إزيك يا كيمو؟ مبارك ايه؟ الحمد لله، مساء الخير ومساء الخير لكل مشجعي النادي الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي. متوتر زينا ولا؟ انا متوتر جدا. هسالك ليه بس اسلم على احمد. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله، مساء العشره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. متوتر ولا؟ لا ان شاء الله، عندي ثقه كبيره باذن الله، يعني في لعيبه الاهلي وفي الجهاز الفني ان شاء الله. بس التوتر يعني لازم يعني يبقى في سنه كده. ان شاء الله خير يعني. يا رب خير ان شاء الله. كريم، مباراه صعبه، واهميه هذه المباراه انها مباراه نهائيه. تلعب فريق، لا اقول انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، تاريخ هنتكلم زي ما احنا عايزين ونقول الاهلي افضل في كل حاجه، ولكن ال 90 دقيقه دايما او الملعب او الملعب الاخضر ده حاجه مختلفه تماما. اكيد، وبخلاف كده احنا لما انا قلت لحضرتك في السؤال الاول انا متوتر جدا، مش عشان انا عايز ايه يعني اعمل كليشيه او فاهم او نعمل الشغل اللي الناس بتقوله ده، لا خالص. فعلا مباراه مقلقه ليه؟ لانك بتلاعب ربما في وجهه نظري اكثر فريق عشوائي في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. معلش فهمني يعني ايه عشوائي، لان الناس ممكن تفتكر ان كلمه عشوائي دي ان هو فريق ضعيف. لا. على طول انت فاهم. لا لا لا، احنا اهو انا هوضح اللي انا بقوله. احنا بنلاعب اكثر فريق عشوائي في البطوله. يعني فريق عشوائي ببساطه نقول كده رقم. اتفضل. فريق كان مع الوداد المغربي في دور المجموعات واتغلب منه 4-0 وكسبه في ماتش الاياب، والوداد مريح اللعيبه في ماتش ما نقدرش نحسبه. في السيمي فاينل بيخرجوا
بيخرج الفريق اللي كسبه بسكور في دور المجموعات. طيب دور الثمانية بيكسب سيمبا الفرقة اللي عملت مفاجأة كبيرة في دور المجموعات وطلعت متصدرين علينا، بيكسبها في مباراة الذهاب 4-0 4-0. بيجي في الإياب بيتغلب 3-0 لغاية الدقيقة 86 كان باقي 4 دقايق والحكم أعتقد أضاف 6 دقايق، يعني كان في حوالي ما يقرب من 10 دقايق يقدر يجيب فيهم الأربعة اللي هو أوريدي كسب بيهم، كان يخسر بنفس النتيجة كسب بيها في الذهاب. أيوه. فبنتكلم على فريق وإيه بقى؟ الفريق صعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا وهو قدام النادي الأهلي، طبعا النادي الأهلي طبعا أرقامه تؤهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا. كازا تشيفز صعد لهذا الدور متفوق على أكبر أباطرة أفريقيا والأندية المتصدرة الدوريات في بلادها، وهو تامن الدوري في جنوب أفريقيا. ما تعرفش تمسكه منين يعني، عارف اللي هو الله أكبر عليك، مش عارف تمسكه منين الله أكبر يعني عليك، اللي هو أجي هنا ألاقيه هنا، أجي هنا لا يعني بالظبط. فعشان كده أنا قلت فريق عشوائي ملوش سيستم ملوش نظام. وحتى بيتس موسيماني قال كلمة حلوة قوي أول ما عرفنا إن إحنا لعب كايزر، قال لك إحنا مرة كايزر تشيفز ده كان مغلوب بسكور ومتبهدل وحياته حالة صعبة جدا، بيلعب ماتش قمة كسب. فأنت فريق فعلا ربما يكون من الصعب إن حد حتى إيفن فريق تحليل كامل يبدأ يحلله ويطلع الأرقام بتاعته والمعلومات عنه، ولكن تفاجأ في الملعب حاجه تانية بامور تانية خالص. بس انت مثلا بتقول مثلا نقاط القوه في هذا الفريق مثلا الباك اليمين مثلا تلاقيه وحش في الماتش وتلاقي الباك الشمال هو اللي كويس اللي انت كنت تلعب عليه. يعني حاجه بالزبط. مختلفه بالزبط. تماما. هو ده معنى كلمه عشوائي. هو كريم هنا لا يقصد ان هي مباراه سهله وان الدنيا تمشي والكلام ده كله، مفيش هذا الكلام. عشوائي ده يعني فريق صعب جدا، من الصعب. وهضيف كلمه بس اخيره يا كابتن اسلام، العشوائيه في الرياضه عامه هي اخطر حاجه لاي منافس. ليه؟ لان انا مش شايف لك فريم. يعني حتى مثلا هدي مثل سريع في تنس الطاوله، اصعب لاعب في تنس الطاوله بنلعبه اللي ملوش سيستم، ما نعرفلوش بيلعب ازاي، السيستم بتاعه ايه. اللي احنا عارفينه واحد مثلا بيلعب سبينات كتير، اوكي انت عارف نظام لعبه، فاللي بيلعبه اوكي عارف نظام هيلعب بيه، لكن واحد عشوائي واحد بيقطع كتير بيسبين كتير بيشوط كتير ده ما بنفهموش. فبالتالي ممكن تلاقي واحد يعني غير مصنف كسب واحد في اعلى التصنيف 3-0 ليه؟ ان هو مش احرف منه، لا هو مش عارف يلعب. هنا دي اهم سؤال احنا محتاجين نجاوب عليه في الحلقه، ازاي نلاعب كايزر تشيفز؟ عشان كده انتوا معانا النهارده، ازاي نلاعب كايزر تشيفز يا احمد في ظل ان هي مباراه، خلينا نتكلم على المباراه بشكل عام برضو الاول، هي مباراه صعبه جدا ومهمه جدا وفي نفس الوقت تحط الضغط كله على لعيبه النادي الاهلي على فكره بالمناسبه. يعني مش على لعيبه كايزر تشيفز، لان لعيبه كايزر تشيفز لو اتغلبت كل الناس هتسقف لهم تقول لهم مبروك. صح مبروك. مباراه صح. صعبه جدا. يعني المباراه صعبه لكذا سبب. اول حاجه من وجهه نظري العامل النفسي. أيوة. الضغط النفسي علينا احنا. ليه؟ لان انت الفريق البطل، انت اللي فريق تاريخك المتوقع ان انت تحصل على البطوله، فانت الضغط عليك انت، لكن هم ما عندهمش حاجه يبكوا عليه. هم اول مره يوصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي خدوها كاس الكؤوس سنه 2001، فمش عليهم ضغط. فبالتالي انت الفريق الاكبر دايما هو اللي عليه الضغط النفسي، وبالتالي انت عليك الضغط النفسي اكبر. الحاجه الثانيه انا بشوف ان هم عندهم مدرب ستيوارت باكستر، المدرب اللي هو الاسكتلندي الانجليزي، مدرب بيجيد اللعب الدفاعي على طريقه هيكتور كوبر مع منتخب مصر، بيعرف ازاي يقفل المساحات ويضيق ويلعب ويضيق المساحات ويلعب دفاع كومباكت ومنظم جدا، وفي نفس الوقت بيلعب على الهجمه المرتده يخطفك من خلال هجمه مرتده او من خلال ضربه ركنيه. يعني لما نتكلم برضو هنشرح ايه تكتيك الضربات الركنيه وازاي بيدربهم، ازاي حتى اسلوب الهجمه المرتده. يمكن انا بشوفهم فريق منظم بالذات في الهجمه المرتده، في باترن، في اسلوب معين بيطبقوه في الهجمه المرتده، عشان كده قدروا ان هم يوصلوا نهائي. وفي نفس الوقت عندهم برضو متحفظين في الضربات الركنيه. وفي نفس الوقت هو المدرب لما جه لقى ان الدفاع بتاعه بطيء، كبار في السن، على الارض مش حلوين، فبدا قال لك انا بالنسبه لي اضيق المساحات واخد واجيب الفريق عندي، وفي نفس الوقت اعتمد على الهجمه المرتده على حسب قدرات فرقته. ده السبب الثاني. السبب الثالث من وجهه نظري ان مشوارهم في البطوله زي ما كريم قال غريب. يعني كريم ذكر مباراه اللي هي سيمبا، لو نيجي بقى من بدايه البطوله كمان، ده هم كانوا اول في دور ال 32 قابلوا بريميرو دي اغوستو الانجولي، اتعادلوا على ملعبهم 0-0، وبعد كده كسبوا بره ملعبهم 1-0 في الاياب. بعدين في دور المجموعات اول مباراه اتعادلوا مع حريه الغيني على ملعبهم، بعد كده اتغلبوا من الوداد 4-0، فالكل قال لك ده بره البطوله.
كسبوا ورجعوا تاني في دور المجموعات في الماتش الاخير اتعادلوا 2-2 مع حرية الغيني في الدقيقة 76 في غينيا وتأهلوا. بعد كده في دور الثمانية لعبوا مين؟ لعبوا سيمبا اللي هو كان متصدر مجموعة النادي الاهلي اللي كانت كل التوقعات رحاله لسيمبا وقدروا ان هم يطيحوا بسيمبا. طب دور النص النهائي كله قالك الوداد هو اللي في النهائي، كلنا كنا متوقعين الوداد لان النهائي كان على ملعبه والوداد هو الفريق الاقوى، قدروا ان هم يطيحوا بفريق الوداد. اذا المشوار بتاعهم فرقه محترمه، فرقه صعبه لازم تعمل لها الف حساب، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر باذن الله. لو حطينا الكوكتيل اللي بيتقال عشوائي على صعبه هتلاقي ان الموضوع مش سهل، ان الموضوع لان انا في ناس يا كريم كل ما بتشوفني تقول لي والله يا كابتن اسلام ما بيشجعوش الاهلي طبعا. مبروك مبروك على ايه يا جماعه؟ لسه بدري، الماتش يوم السبت ان شاء الله الساعه 9 واحنا شفنا في الكوره كتير، يعني الكوره بتشوف فيها كتير. فالكوكتيل اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده هو كوكتيل صعب جدا، حتى انا كلا يعني اي حد لعيب كوره بيجي يلعب ماتش زي ده ما بيبقاش عارف يلعبه ازاي. صحيح. واعتقد اسلام برضو يعني لو حضرتك تفتكر وانت اكيد كنت شاهد على الامر ده، النجم الساحلي لما لعبناهم في 2007 وبعد ما احنا كنا في 2005 كنا عملنا ماتشين، ماتش الذهاب نفسه انا فاكر في سوسه النجم الساحلي 90 دقيقه في ال 18 ما بيخرجش، كان اعتقد برده كان معاهم مدرب صربي ساعتها ما بيخرجوش، وفي ماتش الاياب كسبنا 3-0 في الحربيه وخدنا البطوله، بعديها صفاقس بعد كده لعبناهم تاني في الماتش في 2007 كنا الامانه كان عندنا ثقه كبيره جدا جدا ان احنا هنشوف نفس السنة. وفعلا ماتش الذهاب اللي هو البركات خد فيه، ماتش الذهاب خد بركات خد الانذار، كان بينالتي واضح يعني، وكان بينالتي واضح لينا في الوقت ده، وفي نفس الوقت انت كنت تقدر يعني بعد حتى الموضوع تقدر تكسب 1-2 يعني اكتر يعني. بس الماتش خلص تعادل 0-0 وقلنا هنكسب. فهي الفكره في حته ايه؟ الفكره في حته ان انت بيبقى عندك بعض الامور اللي انت مش عامل لها حساب، ومع طبعا مع عدم المقارنه ما بين اسم كايزر تشيفز واسم نجم الساحلي تاريخيه طبعا لكن كايزر تشيفز انا بتكلم على الفرقه اللي قدامي دلوقتي، المشوار اللي انا شفته وحتى الماتشين بتوع الوداد، يشوف ماتشين الوداد يا كابتن اسلام يقول لك ان الوداد فعلا عمل اكبر غلطه ممكن اي فريق يعملها، او حتى برضه بنفس مثلا ضربت في الطاوله ان انت مشيت على الاسلوب اللي عايزه المنافس. كايزر تشيفز قعد يشد الوداد للاسلوب اللي هو عايزه، وهو ان يجبر الوداد يلعب كم هائل من الكرات العرضيه، وحتى في ماتش الاياب لعبوا برضه نفس الستايل، فضلوا واقفين ورا الراجل غير من قدام بدل ما حط 2 حط 3 عشان يفتح الاطراف، برضه الفريق ما بيخرجش خالص من منطقه 18 و90 دقيقه. سيبك بقى طبعا من المشكله بتاعه ضربات الترجيح وركلات الجزاء والحكم ظلمنا والكلام، لكن الماتش فعلا كايزر تشيفز يستحق الصعود ليه انه 180 دقيقه بيجبر الوداد يلعب بالطريقه المريحه له. هو دي النقط اللي انا بشوفها من نقاط قوه كايزر تشيفز، بس تاني مع ان طبعا عنده بعض المشاكل اللي بتخلينا مجبرين نقول عليه برضو فريق عشوائي. طيب لو رحنا مقارنه رقميه للاهلي وكايزر تشيفز هنتكلم فيها ازاي؟ معانا مقارنه من بدايه دور المجموعات لغايه النهائي. اوكي. في الارقام بقى من بدايه دور المجموعات بس من بدايه دور المجموعات يعني حوالي 10 ماتشات بالظبط. اول حاجه النادي الاهلي لعب 10، كايزر تشيفز 10، النادي الاهلي كسب 6، هم كسبوا 4، التعادل 3 للنادي الاهلي هم 4. تعال بقى بص على الخساره، هم خسروا ماتشين بس من 10. يعني فرقه محترمه. النادي الاهلي خسر مباراه واحده بس من العشرة. بالنسبه لتسجيل الاهداف النادي الاهلي سجل 18 يعني معدل 1.8 هدف في الماتش، كايزر سجلوا 10 اهداف يعني معدل هدف في كل 90 دقيقه، برضو نسبه جيده نوعا ما. يعني استقبال الاهداف دخل شباكهم 9 بس، احنا دخل فينا 6. نيجي لاهم رقم هم متفوقين علينا فيه اللي هو الكلين شيت، حافظوا على نظافه شباكهم 7 من 10، 7 ماتشات من 10 ماتشات، احنا 6 من 10. ده دليل ان هم فريق دفاعيا جيد جدا جدا، وعلى المستوى الهجومي يعني الدفاع ممكن نقول ان هو 9 من 10 والهجوم بتاعهم 7 من 10، ده الارقام بتقول كده. صناعه الفرص النادي الاهلي صنع 33 فرصه، هم صنعوا 12، طبعا فرق كبير في الجانب الهجومي. احنا بقى صنعوا 12 بس سجلوا منهم 10. طبعا دليل ان الفينش بتاعهم كويس جدا. لسه النقطه اهي جايين نتكلم فيها اللي هي اهدار فرص محققه، احنا اهدرنا 18 فرصه. 18 فرصه من دور من بدايه دور المجموعات، هم اهدروا 5 بس. اوكي تمام. نسبه الاستحواذ على الكوره بتاعتهم 42%، ده دليل ايه؟ ان هم بيسيبوا متوسط الاستحواذ بتاعهم، دليل ان هم بيسيبوا الكوره للخصم نفس طريقه لعب هيكتور كوبر مع منتخب مصر.
نسبة الاستحواذ بتاعت النادي الأهلي طبعا أعلى 54%، إحنا متوسط التمريرات الصحية بتاعتنا 395 هم 233، ده كل ده بيأكد إن هم بيسيبوا الاستحواذ للمنافس بتاعهم. العرضيات إحنا بنعمل 5.8 عرضية صحيحة، هم بيعملوا 4.5 في الماتش الواحد. المحاولات إحنا بنعمل 10.6 محاولة في الماتش الواحد، هم بيعملوا 7.1. دليل طبعا الأرقام تفوق واضح للنادي الأهلي على المستوى الأرقام، سواء المحاولات سواء المحاولات الصحيحة برضو 4.6 هم 2.7، هم متفوقين علينا في المراوغات الناجحة، بيعملوا 7.1 معدلهم في الماتش الواحد، إحنا بنعمل 6. الضربات الركنية هم حصلوا بيحصلوا في الماتش الواحد على 7 أو 5.3 ضربة ركنية. 5 والدليل إيه بقى؟ بيحصلوا على ضربات ركنية كتير عشان الراجل محفظهم تكتيك ضربات ركنية معينة، فبيقول لهم دايما خدوا ضربة ركنية. تمام، ده هم بيجيبوا بياخدوا ضربات ركنية. ده هنشوفوا صور وفيديوهات. اوكي، تشتيت الكورة طبعا هم أعلى عشان هم بيدافعوا أكتر. الكروت الصفراء هم أكتر فريق حصل على كروت صفراء في البطولة، ده دليل على أسلوب اللعب الخشن شوية، 18 كارت أصفر. الأرقام الحقيقة بتورينا كريم إن لا، الفريق ده واضح طريقة لعبه إزاي من الأرقام. طبعا فريق بيعتمد على الدفاع والهجمات المرتده اكتر ما بيهاجم، بس هي الفكره ايه يا كابتن اسلام؟ ان الاسلوب ده بيفيده في حته ان انا الحاجه دي الحاجه الوحيده اللي انا عارفها ازاي ادافع. انا بعرف اقف، حتى ايفن لو انت النهارده هاجمت عليك كتير ممكن استخدم الخشونه عشان حتى الانذارات عندهم عاليه، بس هم برضو عندهم رقم مخيف امانه، نسبه تحويل الفرص لاهداف المتاحه ليهم 58%، والنسبه دي لفرقه اصلا بتدافع فرقه يعني نسبه عاليه. انت النهارده تقول لي انا سنحت ليا 4 فرص ماتش سيمبا، ماتش سيمبا اللي كسبوه في جنوب افريقيا، الاربع فرص محققه اللي سنحت لهم ترجموها لاهداف، مفيش بس ما راحوش تاني خالص. هم 4 فرص ب4 اهداف، ورقم مش قليل. احنا المفروض اصلا بنقول اي مدير فني بيجي يقول لك لو انا عندي مهاجم بيجيب نص الفرص اللي تتاح له، ده رقم كبير وحاجه مهم. فانا بشوف ان فعلا لك برضو بمناسبه كلامك ده ماتش الوداد في المغرب هي فرصه بالظبط، جالهم فرصتين، فرصه وبيكرروها دايما يا كابتن اسلام، والثانيه جول وبيكرروها دايما. الكره العرضيه بتتلعب على عرضه قريبه، حاجه متحفظين عليها هم فعلا. بص هم سيستمايزد جدا، بس هم الفكره في حته ايه؟ ان انت بتشوف ان اللعيبه فعلا عندهم بعض المشاكل على المستوى الفردي يعني في اغلب الفريق، ولكن هم بقى كتوتال مع بعض فرقه حلوه. يعني هم على المستوى الفردي ما تقولش ايه ان ده ممكن يلمع في مكان لوحده، لا، لكن الفريق كله كتيم بالاسلوب ده بتاع باكستر مع المدير الفني، انت بتقول هم فرقه ناجحه وقدروا فعلا يوصلوا للفاينل على حساب فريق كبير زي الوداد. طيب خلينا نروح للشاشه يا كريم. نعم. ونشوف برضو التشكيل وطريقه اللعب. طبيعي. تفضلوا. طبيعي. تفضل يا انا هقعد بقى عشان تعبان. طيب احنا معانا التشكيل، ونبدا طبعا بحراسه المرمى. وحراسه المرمى برضو واحده من الامور الغريبه جدا 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 في كايزر تشيفز خلال بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. ليه يا كابتن اسلام؟ الثلاث حراس لعبوا، الثلاث حراس بتوع الفرقه لعبوا في البطوله، لكن الحارس الاساسي والرئيسي هو دانيال اكيبي، وهو عنده 33 سنه، وهو طبعا الراجل يعني المفروض هو الخبره وكل شيء، ويعني معظم مباريات الدوري هو اللي بيلعبها. بس انا بشوف ان اكيد برضو عنده بعض المشاكل، عنده بعض الاخطاء اللي بيقع فيها في مباريات، حتى في ماتش الوداد اعتقد اللي كان في جنوب افريقيا هو اتطرد في الدقيقه 43، كان ماتش عصيب جدا عليهم، كان لازم يكسبوا بعد ما فقدوا 5 نقاط في اول جولتين. ولكن في وجهه نظري الشخصيه ربما هيكون هو الحارس الاساسي، المفهومة الحارس البديل 25 سنه، وربما ما يبقاش عنده القدره الشخصيه والمعنويه انه يلعب ماتش فاينل زي ده، فاشوف ان اكيبي هو اللي ممكن يبقى الحارس الاساسي. طيب نروح خط الدفاع، وفي وجهه نظري برضو هو الاحتمال كبير هيلعب بخمسه اكتر ما يلعب باربعه، لان بدايته في دوري جنوب افريقيا السنه دي لما كان بيلعب باربعه كانت نتائج يعني هزيله جدا، حتى اول جوله خسروا من سان داونز 3-0، وجايبين النهارده فيديوهات من المباراه دي. ففي وجهه نظري هيلعب بالخماسي اللي احنا شايفينه، اللي هم مين بقى؟ على الجانب الايمن فروسلر، لعيب في وجهه نظري متوسط الاداء، عنده مشاكل كبيره جدا. انا في وجهه نظري اكتر ثغرتين في كايزر تشيفز هم فروسلر وزولو الباك الشمال، كم هائل من الاخطاء بتتم في الاطراف خصوصا عند الظاهرين.
لكن في قلب الملعب بقى بنتكلم على دفاع صلد قوي طويل. بنتكلم على دانيال كاردوزو وبنتكلم على إريك ماتوني ونيجانزا. الثلاثة وماتوني نفسه 198 سنتي. مهم نتكلم على برج. أيوه. برج ودانيال كاردوزو 185 سنتي ونيجانزا عنده 184 سنتي. وبالتالي هم بيحاولوا دايما يجبروا المنافس انه يلعب الكرات العرضيه. ده أيوه. الجيم اللي نجحوا يكسبوه من الوداد. ليه؟ ببساطه ماتوني اول ما مش هينط، هو مش محتاج ينط، راجل يقترب من المترين وهو واقف هيطلع كوره، عمل جامب. فاحنا بنتكلم على لاعب ممكن صح. يقترب يا احمد من ال 2 متر و 20 سنتي. يمكن هما يعني زي ما كريم قال كده، هما بيخلوك ان انت تهاجمهم نفس طريقة لعب هيكتور كوبر، ان انا تعالى اعمل العرضيات عادي، ما انا عندي مدافعين كلهم حاجة و90 طوال، مهما عملت عرضيات هما عندهم الميزة دي، لكن على الارض لو اديتهم لو بس خلي بالك معنى كلمة عرضية دي مش لازم تبقى عالية. انا ممكن اروح على الخط واعملها على الارض باك باس، اعملها على الارض جامد، يعني ممكن يبقى ليها حل طبعا، بس طول ما انت مضيق المساحه الاخطاء بتقل، بيبقى ما فيش قدامك غير حلول، يا اما عرضيات يا اما تسديدات يا اما حل فردي في واحد على واحد، وبالتالي هو يعني نوعا ما لو فتح واداك مساحه. عشان كده الهدف المبكر ان شاء الله لو جبنا هدف مبكر في اول 30 دقيقه هيلخبط كل حاجه، هيسهل علينا الماتش كتير. ليه؟ لان مجرد ان هم بس يتقدموا هيبدا يبان البطء بتاعهم، البطء في الدفاع بتاعهم، سواء إريك ماسوني أو كاردوزو أو نيجيزانا، الثلاثة دول ممتازين جدا في عملية طول القامة، نقطة مهمة جدا. الحارسين برضو مميزين، سواء بفوما أو دانيال أكبايه. دانيال أكبايه ده حارس منتخب نيجيريا، وبفوما الحارس برضو حارس مميز جدا، ويعتبر هو من الحراس الأساسيين عنده، وبالتالي عنده حارس مميز وعنده دفاع طويل القامة، فبالتالي يعني ده يخليك ان انت تبدأ تهاجم وتعمل يعمل دفاع منطقة وانت تحاول تخترقه. نيجي بقى للاثنين الارتكاز. طبعا كاتاسندي الارتكاز عندهم بيجمع ما بين الخبرة وما بين الشباب. الخبرة هو كاتاسندي وهو من زيمبابوي، 35 سنة ولعيب برضو من اللعيبة اللي هي كاسحة الألغام في وسط الملعب. بلوم رقم 12 ده لعيب شباب عنده 21 سنة وبيلعب في منتخب جنوب أفريقيا. أيوة. الأولمبي تاني أكتر لاعب عامل انترسبشن ومميز جدا، مهاري، تاني أعلى معدل مراوغات ناجحة بعد باركر. نيجي للثلاثة اللي قدام، ودول بقى اللي هو محور كلامنا النهاردة تحديدا، دول بيطبقوا الهجمة المرتدة إزاي، هنتكلم عنهم ونشرح بالتفصيل. طبعا باركر رقم 25 عنصر الخبرة وقائد الفريق، ده 35 سنة لعيب دولي في منتخب جنوب أفريقيا من زمان. وكاسترو اللي هو اللعيب الكولومبي اللي هو رقم 8، لعيب برضو يعني مميز جدا، بيخش دايما للعمق وعنده حتة بيكمل لجوه. أما نيجي للمهاجم الخطير الصربي وأهم لاعب في الفريق ده، سمير نوركوفيتش، يمكن هدافين الفرقة سمير نوركوفيتش اللي هو المهاجم الصربي، وماتونو اللي هو ماسونو اللي هو المدافع رقم 3. يعني تخيل لما المدافع يبقى تاني هداف الفرقة، ده دليل ان في باترن هنتكلم عنه في الضربات الركنية بينفذوه بصورة كويسة جدا. طيب خلينا نروح لأهم نقاط القوة اللي موجودة في هذا الفريق. اتفضل أحمد، خليك أنت معانا. تمام، نكمل بس صورة التشكيل التاني، يعني ده التشكيل الأول اللي هو طيب هل أنت بس متوقعين أنتوا الاثنين أن هم هيلعبوا خمسة؟ طبعًا. على وجهة نظري هيلعب خمسة طبعا، مش هغير طريقة اللعب. هو هي 5-4-1 في الحالة الدفاعية، بتتحول ل 3-4-3 في الحالة الهجومية. أوكي. عن طريق الاثنين الظاهرين بيتقدموا رباعي. التشكيلة المعنى. لو جبنا التشكيلة التانية، هات بس التشكيلة التانية، ايه الخلافات، ايه اللي هو الخيارات اللي هي برضو عند مدرب كايزر تشيفز اللي هي ممكن يغيرها. نفس التشكيلة بالظبط، بس حراسة المرمى ممكن يبدأ بدانيال أكبايه اللي هو حارس منتخب نيجيريا اللي هو تألق في المباراة الأخيرة، او نجوجبو نحط عليه دايره، وده لعيب مهم جدا رقم 15، مفتاح بناء الهجمه المرتده عندهم، لعيب حريف قوي رقم 15 دوت اللي هو بالقدم اليسرى، وهنتفرج عليه لعيب مهم جدا. باركر وسمير نوركوفيتش والباك الشمال الثاني الموجود ساسمان اللي هو رقم 20. اذا الخلافات الموجوده عنده الحارس المرمى، الباك ليفت، ونجوجبو اللي هو اللعيب الجناح، دول الثلاثه اللي ممكن يغير فيهم، لكن طريقه اللعب واحده. هيلعبك، نجيب بقى اول حاله فنيه معانا، هيلعبك بنفس الشكل ده اللي في الصوره اهو، نعد مع بعض، ادي 1 2 3 4 5، ادي الخمسه هم ورا كابتن اسلام، الخمسه ورا هم دول الخمسه مدافعين، وثلاثه واثنين قدام، هم بيلعبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 بالظبط، 8 ورا واثنين قدام وحارس المرمى. ده في مساحه قد ايه؟ حوالي 30 متر، اقل كمان، يمكن 30 متر.
بيضيق المساحات عليك جدا، بيلعب بخمسه ورا وادي الثلاثه، طبعا في واحد فيهم متاخر في العوده الدفاعيه وهنتكلم على سوء الارتداد الدفاعي في بعض الاجنحه عندهم، وسمير نوركوفيتش هو المهاجم اللي قدام هو اللي بيعمل عمليه الهجمه المرتده. تمام. الاسلوب ده اعتقد ان احنا هنشوفه لو جبنا جون بدري هيسهل علينا المهمه جدا، لكن الاسلوب ده هتشوفه في المباراه على طول، لان هو بيلعب النادي الاهلي وعارف طبعا السرعات والامكانيات الموجوده، وده اصلا اسلوب لعبه. هات الصوره اللي بعدها برضو نفس الفكره، ده قدام الوداد، نرجع بس الصوره لورا هنلاقي 1 2 3 4 نفس الفرقه نفس الشكل برضو، كل الفرقه ورا واثنين بس اللي قدام. هو بالنسبه للجناحين بتوعه خد بالك برضو، معلش انا عايز اوريك بس هنا نقطه مهمه من وجهه نظري، يعني ان انا هنا انا دايما بشوف ان في مساحه، يعني مهم بقى انا بشوف ان هنا في مساحه واسعه كبيره جدا، يعني قد يكون في 8 واقفين، طب قد يكون في 8 واقفين، ولكن المساحه اللي ما بين المساك والباك ايوه دي ابرز نقطه ضعف يا كابتن اسلام. أوكي. موجوده يعني ابرز نقطه ضعف موجوده اللي هي دي احنا جايبينها معانا، ابرز نقطه ضعف موجوده ما بين المساحه الموجوده ما بين المساك والباك اليمين. احنا دلوقتي بنتكلم على نقاط قوه بس وانا عشان قاعد شايف ان هنا فعلا في مساحه جدا ودي احنا جايبينها على فكره طيب. تودينا في اتجاه ان احنا ممكن نستغل الفجوه دي. طبعا اتفضل كمل كده كمل كريم الفيديو. احنا لو هنتكلم بقى عن بقيه نقاط القوه يا كابتن اسلام، لو معانا الفيديو بتاع نقاط القوه في نادي كايزر تشيفز هنشوف اول حاجه واهم حاجه السرعه الهجمه المرتده، دي من مباراه كايزر تشيفز سان داونز في الدوري. خما بليات طبعا كلنا عارفينه، مين في مصر ما يعرفش بليات، نجم الجنوب افريقي نجم زيمبابوي الشهير، وطبعا لعيب سريع جدا جدا جدا، وهو طبعا كان مصاب كان عنده كسر ودخل القايمه وسافر بالفعل للمغرب ومرشح ان هو يلعب مع الفرقه. بنشوف هنا فرقه كايزر تشيفز سرعه الهجمه المرتده يا كابتن اسلام خطيره جدا، وخان بيات طبعا لعيب سريع جدا، ما اول ما بتجيله الفرصه خلاص شكرا بيروح انفراد، فدي نقطه لازم نخلي بالنا منها وهي الهجمات المرتده لفريق كايزر تشيفز واحده من اهم الاسلحه عنده. ليه؟ لان هي بتتماشى مع كما احنا قلنا فريق ما بيعملش اي هجوم منظم، ما لا يبحث عن الاستحواذ، بيسيب لك الكوره لكن هو بيقعد يجيبك عشان يفتح المساحات اللي هو بيخطف منها الكوره، اول ما يخطفها هوب يرمي الكوره لخما بليات او حتى نوركوفيتش، برده سمير نوركوفيتش رغم ان هو طويل برده لعيب سريع. نشوف الفيديو اللي وراه ونشوف برده النقاط. عايز تقول حاجه؟ الهجمه المرتده لو جبنا الصور نكمل الصور بقى تاكيدا لكلام كريم، في باترن هم بيعملوه اسلوب او نمط معين متحفظين. الهجمه المرتده بيعملوها ازاي؟ دي صور نشوف ولا في الصور نكمل طيب. بس الصوره الثالثه رقم ثلاثة هنلاقي ازاي هم بيعملوا الهجمه ده. اولا دي كانت ضربه ركنيه للوداد. بص حضرتك كلهم ايه في وسط ملعبهم. مين اول واحد بيطلعوا عليه؟ اللي هو اللعيب رقم 15 اللي اتكلمت عليه اللي هو قد يكون مفاجاه المباراه اللي هو نجوجبو اللي هو لعب مباراه الوداد الاخيره. نصغر بس الصوره سنه صغيره هنلاقي ان نجوجبو هاي الكره بتتلعب له. كمل الصوره معمول عليه رقم 15 هو واضح هنا. تمام نكمل الصوره اللي بعدها استاذ سمير. بص الكره اتلعبت فين لرقم 15؟ مين اللي قطع من ورا بقى؟ ده سمير نوركوفيتش قطع ازاي؟ متحفظ هيجري في العمق بتاع الدفاع، رغم ان اللعيب ده عنده 35 سنه اللي هو سمير نوركوفيتش او كبير 29 سنه، يعني لعيب كبير برضه وطويل القامه المفروض ما يبقاش سريع. الا ان هو بدنيا قوي جدا ومكمل دايما في العمق. بص الاسلوب بتاع الباترن بتاعهم متحفظين. هو لعيب واحد بس في الهجمه المرتده اللي هو واحد من الجناحين بيبقى واقف تحت عايز يعملها عشان سمير نوركوفيتش يقطع في العمق. كمل الصوره اللي بعدها شوف سمير نوركوفيتش اهو، الصوره واضحه قوي هنا. بيلعبها رقم 15 لنوركوفيتش دايما ايه بيسرق المدافعين. ميزه نوركوفيتش سرقه المدافعين. بيعملها ازاي؟ عاملها ورا خط الدفاع المتواجد على نص الملعب، وبالتالي عندك مساحات كبيره جدا خلف خط الدفاع. بالظبط كده. بس ده الباترن اللي هو نوركوفيتش زي ما حضرتك تفضلت وقلت اهو، مقطع فين في العمق. كمل يا استاذ سمير حاله ثانيه برده نفس الفكره، وانس ان هم قطعوا الكوره، يعني قطعوا الكوره من وسط الملعب عندنا، نوركوفيتش بيجري ما بيفكرش، بيجري متحفظ مالوش دعوه بحاجه. وانس ان انت قطعت الكوره دي اسمها سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. ازاي الفريق ده بيطبق الدفاع زي ما اتكلمنا، الا ان هو برده عنده ميزه التحول من الدفاع للهجوم. مهم جدا ان ديانج السوليه حمدي فتحي اي حد هيبدا في وسط الملعب قفشه ما يفقدش الكره في وسط الملعب. ليه؟ لانها لو اتقطعت هتلاقي نوركوفيتش، ولازم واحد من الاثنين الارتكاز بتوعنا او الثلاثه لو بدانا بثلاثه او من المساكين يخلي باله من نوركوفيتش. مين المان بتاعه لما يجري في العمق ده؟ مهم جدا. لازم تفسد عمليه الهجمه المرتده بتاعتهم
وده دور اللي هو الارتكاز اللي جنب الارتكاز اللي هو اللي جنب عمرو السوليه مثلا اللي هو حمدي فتحي او ديانج. مهم جدا مراقبه نوركوفيتش في الهجمه المرتده. نكمل نفس الكلام الجون اللي جابوه في الوداد اللي هو الهجمه المرتده نوركوفيتش جرى فين في العمق ده من قبل ما نشوف حتى مباراه الوداد هي نفس الفكره اتطبقت اتلعبت بالعرض نوركوفيتش ما بيفكرش جاري فين في العمق. اذا ده اسلوب متحفظ انا اول ما اقطع الكوره هلعب لواحد من الاجنحه او للظهير عشان نوركوفيتش ايه هيقطع في العمق يقطع في العمق. لازم نخلي بالنا من تحركات نوركوفيتش ده اهم لعيب فيهم اللي هو المهاجم الصربي. تمام كان بقى يبقى حكايه اتفقنا ان اول اسلوب مهم عند كايزر تشيفز في الهجوم كابتن اسلام هو الهجمات المرتده ان هم فعلا لا يملكوا غيرها كاسلوب هجوم في بعيدا عن الاستحواذ. الاسلوب الثاني لو ممكن نرجع للفيديو كنا مشغلينه وهنشوف ان الكرات العرضيه سلاح مهم جدا 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 عند كايزر تشيفز ودايما بتتلاعب على العارضه قريبه. الكره دي نسخه من هدفهم في الوداد برافو عليك هي صح الكوره دايما بتتلعب ودي بنتكلم يا كابتن اسلام على مباراه من بدايه دوري جنوب افريقيا دي الاسبوع الاول ده الاوبر اللي فات ده كمان عالمي على طول هم بيلعبوا متدربين الكوره بتتلعب على القريبه على طول هم بيجيدوا فكره لعب الكرات العرضيه على العارضه القريبه ونشوف حتى برده في الفيديو اللي بعد لا لو كملت الفيديو ده انا عجبني الاوبر لما اتردت اتلعبت برده على العارضه القريبه لمرمى سان داونز لكن الفريق ساعتها ما قدرش ان هو يحقق منها هدف. برضه نفس الكوره دي في مباراه الجول الثاني امام سان داونز كوره برضه اتلعبت من الجانب الايسر 1-2 ويتعامل بشكل مميز جدا ليه عشان يسيب مساحه ان هو يلعب الكره العرضيه. فريق كايزر تشيفز الكرات العرضيه عنده هي سلاح مهم جدا مع اذا الكرات العرضيه والهجمه المرتده الهجمه المرتده الاول وبعد كده الكرات العرضيه لا يملكوا غيرهم. برضو نكمل في لقطه اخرى بعد اللقطه دي بتبين لنا ازاي كايزر تشيفز فعلا بيلعب على نفس الفكره دي برضو اتعملت بشكل مميز جدا لكاسترو وقدر ان هو يخترق منها دفاع سان داونز ولكن ما قدرش يترجمها. لكن الفكره كلها يا كابتن اسلام كله شغل عرضي انا ما بهاجمش خالص من العمق مش عايز اعمل وان تو هاد ما بمسكش الكوره وابحث عن ثغرات زي مثلا ما النادي الاهلي بيلعب زي تعتبر وان يعني تعتبر وان تو يعني الكوره دي اتلعبت وان تو يعني بالظبط يعني وان ثري مثلا بلاش وان تو بالظبط. بعد كده بقى عندنا لعبتين عايز انا جايبهم لاثبات الكلمه اللي قالها بيتسو موسيماني على فرقه كايزر تشيفز طبعا دي برده كرات عرضيه برده على العارضه في تكمله اتفضل يعني في برده صور معانا للكرات العرضيه يمكن كريم اتكلم على العرضيات ان هي بتتلعب دايما على القائم القريب. نوركوفيتش ده مهاجم ذكي جدا لو كملنا هكمل الصور يا استاذ سمير هنلاقي ان نوركوفيتش المهم جدا الظهير الايمن وحضرتك كنت ظهير ايمن مثال يعني ازاي بيسرق الظهير الايمن هو بيخش ادي العرضيه نكمل لا كمل الصوره اللي بعدها بقى بص حضرتك ادي هنا مثلا ده الباك اليمين الجمله دي برده متحفظه جدا في الهجمه المرتده دي اللي عليه علامه الاكس ده اللي هو فروسلر اللي هو الباك اليمين بيلعب بالعرض لمين لنوركوفيتش اللي هو هنا بيلعب فيه ورا بيتحرك دايما ورا الباك اليمين بيسرق يعني ما بيقطعش في القريبه او يقطع مثلا في ما بين الاثنين المساكين هو دايما بيتسحب ويروح عند اكرم توفيق لازم اكرم توفيق او محمد هاني لازم يخلي باله بدري بانون تحديدا لو لاعب مساك يمين يخلي باله من تحركات نوركوفيتش. نبص على الصوره اللي بعدها ازاي بيعملها بص حضرتك الجمله دي بتتكرر على طول ديت مباراه الوداد الاخيره تمام بص نوركوفيتش فين في الهجمه المرتده مع الباك رايت المفروض مثلا المهاجم يا اما هيقطع القريبه يا اما هيتحرك ما بين المساك والباك هو دايما بيسرق عشان يكسر مصيده التسلل فبيأخر نفسه سنه عشان يكسر مصيده التسلل بحيث الكره لو عدت تروح له وفي نفس الوقت مفتوح قدام وفي نفس الوقت هو عايز الباك يلعبها له قويه على القائم البعيد أوكي. نكمل الصوره اللي بعدها هنلاقي الشكل اهو ديت ده واحده الجون طلعها كانت اخطر هجمه لكايزر تشيفز في المباراه دي اللي هي الكره دي طب هل ده اتلعبت مره لا ده هم جابوا منها جون كمل جابوا منها جون في مباراه سيمبا بنفس الشكل بص حضرتك ادي العرضيه اهي اتلعبت هو متحرك فين نوركوفيتش عندي ورا الباك رايت هو بيسرق الباك رايت بيضحك على المدافعين وهبعد واروح عند الباك رايت عشان غالبا بيكون قصير القامه قصير القامه فانا بروح معاه اهو في نفس الشكل كمل الصوره اللي بعدها بص لا في صوره ثانيه برده هنلاقي ان هو برده سجل منها اذا مهم جدا دي على فكره الخريطه الحراريه اللي قدامنا بتاعه سمير نوركوفيتش
في خلال دوري ابطال افريقيا هنلاقي ان هو دايما بيتحرك عند الباك اليمين ملتهب هنا الخريطه اهو تحركاته ورا الباك رايت ما بيخشش منطقه الجزاء كتير ليه لان هو بيتحرك دايما على الاطراف عشان التمريرات الطوليه اللي بتجيله من ورا عشان لان هم بيحضروا عليه بس تحديدا نوركوفيتش اخطر حاجه فيه الحاجتين دول في الهجمه المرتده يا اما بيقطع للعمق لازم واحد من الاثنين الارتكاز يخلي باله ان هو بيقطع للعمق الحاجه الثانيه في الكرات العرضيه بيروح ناحيه الباك رايت تمام لا ممكن بقى نجري بسرعه لفيديو نقاط الضعف عشان نشوف الحته اللي حضرتك قلت عليها كابتن اسلام في الصوره اللي كان احمد عارضها وهي الفجوه ما بين الظهير والمساك نشوف الحته دي في دفاع كايزر تشيفز ده برضو من مباراة كايزر تشيفز وسان داونز ولو ممكن نرجع هنا هو دي قبل نستوب هنشوف هنا ان الظهير دايما في مساحة ما بينه وبين المساك بعيدا ان الكرة دي اتلعبت كرة عرضية هنا الكرة اتلعبت بالعرض على طول هنلاقي ان مهاجم سان داونز كان ممكن يلعب الكرة لزميله على الارض ويستغل المساحة او الفجوة اللي ما بين الظهير والمساك ناخد اللقطة اللي وراها ونشوف الامر بشكل اوضح ويتاكد لنا في هجمه اخطر لسان داونز كره اتلعبت هجمه منظمه عاديه جدا دفاع كايزر تشيفز بيحاول ان هو يغلق المساحات هوب بتيجي الكره على طول تتحول للجانب الايسر سان داونز حافظين كايزر تشيفز بشكل مميز جدا حافظين ان الازمه عندهم في المساحه اللي ما بين الباك الشمال والمساك برضو نجري يعني اللقطات احنا معانا لقطات كتير لو ممكن نشغلهم بشكل اسرع شويه هنلاقي ان برده نفس دي هجمه لسان داونز على طول بيروحوا على الشمال ويلعب ورا الباك الشمال عند وهنا كان اللي بيلعب في المباراه دي كان ساسمان هو اللي كان باك شمال فرقه كايزر تشيفز تاني الكوره بتترد كل الهجمات كابتن اسلام كوبي وبيست كلها كوبي وبيست حافظينهم ودي هياخدوا منها ضربه جزاء نفس الاسلوب الكرتان اللي فاتت لا بالظبط هم شبه بعض هي نفس ده بسبب ايه هنا برضه ماتش العوده الكره دي سيرينو بدل ما كان يمرر الكره ما بين الفول باك وما بين المساك فضل ان هو يباص نبص هنا من الكاميرا دي هنا هو خلاص المساحه جول. بتتوجل لكن هو فضل ان هو يشوط نكمل اللعبه اللي وراها برضه بنشوف ان مهاجم سان داونز قدر ان هو يجري من عند الباك الشمال هنشوفها في الكاميرا العاليه بالظبط الكره ما فيهاش اي تسلل خالص قدر ان هو يسرق الباك الشمال وبرده كان هنا في المباراه دي كان ساسمان واتمنى بصراحه ان هو يلعب برده الهجمه دي اللي جابها بقى سان داونز هدف نبص دي نفس هجمه للوداد بس الوداد هنا كان اختار التسديد لا هنا سان داونز قدر برده ان هو يلعب ورا الباك الشمال وسيرينو قدر ان هو يجيب الهدف دي الكاميرا الخلفيه نشوف ازاي الفريق هادي وصبور جدا ان انا ما اشوطش ومش هلعب بالاسلوب اللي كايزر تشيفز عنده عايزه انا مش ولا هشوط ولا هعمل عرضيات انا هلعب كره على الارض وهبدا استغل هنا مثلا سيرينو مش ممكن بيرقص الناس كلها وبيلعب كره هاديه كره سهله كره فيها صبر ما فيهاش استعجال وده انا اعتقد الفخ اللي وقع فيه الوداد تاني برضو نفس الامر على طول الكرات بتتلعب هنا طبعا دي لحد ما بتكلم على عشوائيه فريق كايزر تشيفز في نص الملعب دي بقى العشوائيه فريق ما تفهملوش حاجه الكره سهله جدا يقدر يشططها بيديها للمنافس والكره الاخيره كانت انفراد لسان داونز هنشوف تصرف غريب جدا 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 من حارس المرمى كره سهله جدا بالنسبه لك تقدر تطلعها عمل ايه اداها للمهاجم ولكن طبعا قدر المدافع يخرجها ولكن نقاط ضعف فريق كايزر تشيفز في وجهه نظر كابتن اسلام النقطه اللي حضرتك خدت بالك منها الفجوه ما بين الظهير والمساك و بعض العشوائيه عند حارس المرمى الضربات الركنيه برضو اعتقد ان ليها جزء مهم يعني طبعا هم نكمل الصور بقى في الضربات الركنيه هنلاقي ان هم عندهم هم متحفظين في الضربه الركنيه حاجتين يا اما سمير نوركوفيتش بيتحرك اللي هو المهاجم بيتحرك على القائم القريب والمدافع اللي هو رقم 3 اللي هو ماسوهو المدافع ده لازم يتعامل عليه مان اللي هو تاني هدافين لازم يتعامل عليه مان اكيد موسيماني هيعمل عليه نكمل الصوره اللي هي دي الضربات الركنيه اول صوره هي معانا نوركوفيتش اللي هو رقم 9 بيتحرك على القريبه اللي هو الاكس الاولاني الاكس الثاني عند دايره منطقه الجزاء اللي هو مسوه بيصلحها له بدماغه لورا اللي هي بتتلعب على القائم القريب كان زمان بوكير بيعمل كده في الاسماعيلي وبتاعت هولندا في امم اوروبا هولندا 80 يعمل كده يعملها العرض او انا واحد يلمسها عشان كده هم بيحاولوا ياخدوا ضربات ركنيه كتير لانهم عندهم متحفظين لعبتين بالظبط دي اللعبه الاولانيه نجيب صورتها ندي برده شكل اهي
مين اللي على القائم القريب؟ رقم 9 اللي هو نوركوفيتش. ومين اللي على دايره منطقه الجزاء؟ رقم 3. رقم 3 فاضي ليه؟ لان هو كله مركز مع المهاجم لانه قطع القريبه. فرقم 3 ده لازم يتعامل معاه مان، اللي هو ماسوه، اللي هو طوله 191 198. وحسب كلام احمد يا كابتن اسلام فعلا لازم ايمن اشرف يبعد عنه ما يقربش منه. يعني ده في الضربات الثابته او الركنيه اذا اتيحت لكذا تشيفز. طيب. بعد كلام احمد لازم ايمن يعني يتم ممكن بدري بانو اذا الركلات الركنيه في حاجه ثانيه في سلوقه في صوره ثانيه برضو الضربه ركنيه ثانيه اخر صوره معانا ماسوه اهو برضو نفس على دايره منطقه الجزاء. أيوه. برضو بتتلعب له مره واحده. اذا رقم 3 ده لازم نكمل الصوره بعدها هنلاقي برضو ان هو لازم يتمسك. خطير خطير بصراحه، ده خطير جدا. فيه في برضو صور تانية للمساحة الموجودة ما بين الباك رايت والمساك. اتفضل نكمل. دي برضو صور معانا بتوضح طريقة بناء الهجمة. على فكرة الحارس بتاعهم دانيال أجباي كورته حلوة دايما في تحضير الهجمة. هنلاقي يعني احنا لما نعمل ضغط عالي هم بيوقف اتنين جوه عشان انت ممنوع تدخل جوه الدايرة اثناء ضربة المرمى، فهو بيدي اتنين هنا وادي الليبرو اهو. تمام نكمل. بيعملوا شويه تمريرات قصيره. كمل بس بقيه الصور يا استاذ سمير. اهي دي اول صوره معانا اللي هي الهاف سبيس اللي هي المساحه الموجوده اللي حضرتك لاحظتها، اللي هي بص حضرتك ثلاثة من الوداد الكرة بتترفع من هنا وثلاثة من الوداد واقفين فاضيين. الباك رايت والمساحة الموجودة ما بين الباك رايت وما بين المساك اليمين والباك اليمين مهم جدا ان انت تستغل الحتة دي. اتلعبت بالعرض. طيب. وقدر ان الحارس يخرجها. عموما ده واضح جدا دلوقتي اصبح الفريق قدامنا يعني واضح بشكل كبير جدا قد ايه ان هذا الفريق زي ما كريم قال هو فريق عشوائي، ولكن زي ما احمد قال ايضا ان هو فريق منظم عشوائي يعني ما تعرفش تجيبه منين، لكنه في نفس الوقت هو فريق منظم جدا. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت القادم. كالعاده بشكركم جدا على تواجدكم معانا وعلى تقطيعكم للفرقه يعني. شكرا شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودكم معانا. شكرا للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل كلامنا وهنكمل برنامجنا النهارده وفقرتنا الاخيره النهارده هتكون مع المدير الفني لحراس المرمى السابق في النادي الاهلي والحالي لمصر المقاصه كابتن طارق سليمان. كابتن طارق سليمان هنتكلم معاه عن دور محمد الشناوي ودور حراسه المرمى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الوصول الى المباراه النهائيه في البطوله العاشره نهائي دوري الابطال. بعد هذا الفاصل هنستقبل كابتن طارق سليمان ونتكلم معاه عن كل ما يخص حراسه المرمى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير وصديقي واخويا وحبيبي وعشره 30 سنه بس عشان ما نكبرش بعض. ازيك كابتن طارق؟ مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا النهارده يكرمك. في بيتك طبعا. انا اسعد والله ان انا معاك النهارده وطبعا اكيد في البيت الكبير وفي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك دايما وانا جاي وببقى عارف ان انا جاي معاك ببقى سعيد جدا يعني. ربنا يخليك ده شرف لينا. لعيب كبير وتاريخ كبير. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يوفقك ومبروك العوده يعني. ربنا يخليك يا كابتن طارق. يعني في البدايه حضرت نهائيات كتيره جدا جدا. ايه الوضع؟ حضرت يعني انت دلوقتي بتفكر في الموضوع ازاي؟ والله طبعا مفيش شك ان النهائي دايما بيبقى هو التتويج بقى هو بقى يعني خلاص انت وصلت يعني رغم ان هي انت بتتكلم مراحل صعبه قوي عديت بيها وظروف صعبه كتير في اثناء طبعا دور المجموعات وقبل دور المجموعات اول دور 32 طبعا بس برضو في ظروف صعبه يعني في انا فاكر في مباراه انت لو ما كنتش كسبتها لو كنت تعادلت كان يبقى الوضع بتاعتك صعبه جدا جدا. المباراه كسبتها 3-0 بره في دور المجموعات مباراه صعبه جدا. فان انت بتوصل للتتويج بقى في اخر مباراه وزي ما كان كريم وثابت واحمد كلموا طبعا انا كنت حضرت اتفرجت على الفقره يعني فلا زي ما بنتكلم على الفرقه هي فرقه ممكن يعني خد بالك ممكن تبقى المباراه تبقى تتسهل قوي 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 فعلا لو جبنا جون بدري والمباراه ممكن على فكره تخلص بسكور كبير وممكن المباراة تصعب قوي انت ما انتش عارف هو ده عشان كده احنا بنقول كلمه عشوائيه ان هي مش عارف تعمل لفظ ايه انت قلت لفظ ما عارف مش عارف امسكها تتمسك منين دي يعني ففعلا ممكن تخسر 4 وممكن مباراه ثانيه تكسب 3 وممكن يعني مباراه فعلا الفريق العشوائي ده انت بتبقى حذر جدا. ففي نقطه مهمه قوي 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 وهي واحنا بنهاجم احنا هنهاجم كتير ويبقى في تكتل دفاعي زي ما كنت بتكلم مع كريم ومع ثابت الاهم بقى من ان انا هاجم وان انا ابقى ان انا برافو عليك الاثنين اللي واقفين ورا مع الشناوي ازاي انا ابقى حذر جدا وابقى واقف صح يبقى في واحد الراجل ده على طول يبقى في صدره والتاني يبقى على طول عامل خطوتين ثلاثه لورا وده دايما بيبقى من الشناوي بقى دايما الشناوي بيتكلم في النقطه دي دايما عينه على الاثنين اللي ايه
اللي قدامه اللي هم غالبا يبقى في نص الملعب. الحاله دي الشناوي بيفضل واقف في المرمى؟ بص في مثل في الماتشات اللي زي دي يعني يبقى جوه المرمى؟ لا طبعا هو بيبقى بره 18 بيبقى برضه هو يعني ممكن يبقى على القوس، ممكن يبقى ابعد شويه، ممكن يبقى تحت شويه، حسب الاثنين اللي واقفين فين اللي هو الاثنين السيرد باكين. وغالبا بيبقى في نص الملعب. نص الملعب يبقى انا كمان بره 18 تمام. ما انا بمشي يعني انا بشتغل بتحرك مع الاثنين دول. طب الاثنين دول واقفين مثلا في نص ملعب، انا بقى بره 18 حطينا انا ورا الخط الظهر بالكامل بيطلع، انا كمان بعمل ايه؟ بطلع معاه عشان لازم انا ابقى قريب ليه؟ ممكن يبقى في كوره انا شفت كوره في الفيديو جابوها في الفيديو اللي جون طلعها، كان لازم جون يطلع ياخدها الكره يعني، كان فيها خطوره، كان هجمه ما كانتش هجمه مرتده قوي قد ما هي هجمه، قد ما هي كره طويله اتلعبت ايوه يعني الهجمه المرتده دي احنا نعرفها ايه؟ ان بيحصل كام باص لحد ما توصل جوه 18. الهجمه المرتده دي تبقى عباره عن كره طويله والراجل بيبقى يعني بيبقى واقف وفجاه بيسرق السيرد باكين او الباكين او الباك والسيرد باك يعني او الباك او السيرد باك والديفندر حسب بقى ممكن يبقى فيه مثلا على حسب الاثنين اللي واقفين حسب الاثنين واقفين ممكن يبقى فيه مثلا السيرد باك بيطلع في كورنر للاهلي يعني ممكن، انما ويبقوا مسارق والكره تلعب طويله، فلو حارس المرمى واقف جوه 18 هيبقى بعيد هتبقى انفراد اوكي، فهتبقى صعبه زي الكره اللي احنا شفناها الراجل شات من جوه 18 بحوالي 9 يارده او 10 يارده. طب فين الجون؟ طبيعي ان الجون يطلع ياخد الكره اول ما تخش جوه 18 بيرده اوكي لو هو متمركز صح. فدي من الحاجات اللي بقول لك عليها ان الشناوي متمركزه في المباراه دي مهمه جدا جدا لانك انت ممكن تقف كتير الكره ما تبقاش عندك بس تحركك خارج ال 18 ده مهم جدا. انت لفت نظري لنقطه مهمه جدا في الماتشات اللي زي دي صح، الفرق اللي بتدافع وبناء على كل اللي احنا شايفينه ان هم بيقفوا في نص ملعبهم وبيدافعوا اكتر، الشناوي بيفكر في الموضوع ازاي او بيعمل ايه علشان يفضل متواجد ومركز؟ ما هو انت ممكن كره واحده تخلص الماتش يعني لا قدر الله. هو ده احنا بنقول التركيز بقى. يعني ايه التركيز؟ التركيز يعني ازاي؟ ما احنا عايزين نشرح للناس. اقول انا ايه التركيز دايما انا بقول ايه؟ بقول اللي كنت دايما بتكلم مع الحراس في النادي الاهلي يعني التركيز يعني انا دايما اوجه زمايلي انا مش ممكن اوجهك يا كابتن اسلام وانت قاعد الوقت معظم الوقت كله بتاع الماتش اتكلم عشان افضل اركز. انا كابتن طبعا التركيز ده مهم جدا ان انا ما هو التركيز يعني ايه تركيز؟ يعني اقول لك ركز يعني ايه ركز؟ يعني اشرحها لي عشان ايه تبقى سهله. يبقى انا دايما كل تحرك للكوره انا كمان ليا ايه؟ ليا تحرك. اوكي ما انا مش هتفرج يعني انا ما بقف انا لو انا بتفرج يبقى انا قاعد زي الناس اللي قاعده بره او اللي قاعده في حتى لو في الناحيه الهجوميه يا كابتن طبعا يعني بمعنى ان مثلا اكرم اللي بيلعب او هاني فبيرفع اوفر من ال 18 قريب من ال 18 بتاع كايزر تشيفز، الشناوي يكون بيتحرك ناحيه اليمين مثلا شويه بيبقى بيتحرك وبيبقى مرحل ناحيه الكوره يعني انا عندي ال 18 انا بقسم 18 نقطه الجزاء دي دي نقطه بين نص الملعب ناحيه اليمين والشمال. نص الملعب ناحيه الشمال مظبوط. فالكوره مثلا اكرم بيرفع من نص الملعب ناحيه اليمين يبقى انا لازم انا لما ابقى واقف انا واقف قدام ومرحل فين؟ ناحيه اليمين في نص الملعب ناحيه اليمين طب ما هو الكوره ما بتقفش واقفه مثلا 5-6 ثواني في مكان واحد صح، ده الكوره بتتحرك كل ثانيه في مكان يعني كسر من الثانيه بتلاقيها في مكان ثاني صح، فتبدا انا اعمل انا ايه برضو ابدا اتحرك ثاني وبالتالي اقدر احافظ على هو ده التركيز ان انا كل ما الكوره تتحرك انا ليا كمان ايه؟ تحرك. فبالتالي انا ابقى دايما قريب دايما قريب من الحدث وقت ما الكوره دي تتشتت تقوم يعني بالبلد كده يقول لك ده الراجل اداها ايه؟ ده يعني باللفظ يقول لك اداها شلوت فتبص تلاقي الكوره راحت فين؟ بقت في نص ملعبي ممكن تبقى جوه ال 18 عندي. طب لو انا بتفرج زي الناس اللي قاعده على الدكه او اللي قاعدين في المدرج يبقى انا هتفاجئ ما ينفعش انا اتفاجئ ان انا مثلا الكوره ناحيه اليمين وانا واقف ناحيه الشمال مثلا او واقف تحت قوي يبقى انا كده بتفاجئ. انا لو اتفاجئ لو انا اتفاجئت بالكوره يبقى انا ما كنتش مركز. اوكي ما ينفعش تتفاجئ ابدا بالكوره طول ما انا بتحرك يبقى انا كده عايش الماتش وفي الاتصال دايما موجود بيني وبين الكوره هي دايما في اتصال. ده واحد. اتنين دايما يبقى انا عندي دايما بوجه زمايلي بوجه زمايلي دايما القريبين مني شويه يعني انا ايه مش عايز لان طبعا ايه وتوجيهي ما بقاش كتير قوي يا كابتن اسلام برضو ايه يعني انا بوجه في وقت معين بوجه والكلمه اللي بقولها دي بتبقى انا بعنيها بعني الكلمه اللي بقولها ليه؟ لان الكلمه دي ممكن اقول كلمه تفرق معايا مثلا في تحرك تفرق معايا في ان انا ممكن اشيل كوره خطر جدا ممكن اشيل انفراد ممكن بتحرك ياردتين ناحيه اليمين بقفل الزاويه على الراجل اللي بيشوط بلاش تعمل فاول ممكن اعمل فاول في مكان خطر جدا فاول ده يجي جون. كل دي امور انا بتكلم فيها دايما مع خط الظهر ومع دايما الديفندرين اللي قدامي اللي هم بيبقوا قريبين مني طبعا ايه بقى اشجع بقى كمان ودايما ابقى ايجابي يعني دايما انا بوجه وممكن يحصل
اكيد طول المباراه هيبقى في بعض السلبيات من الناس اللي موجوده، ممكن كره تقطع، ممكن كره عايز يلعبها باص معين. هنا بقى ازاي بالظبط ازاي انا بقى وانا كمان بوجه اشجع الناس ابقى ايجابي دايما في في في, في توجيهاتي، دايما ابقى ايجابي. ليه؟ لان حتى لو في حد اخطا طبعا طبعا لان انا ما ينفعش انا يعني العتاب هنا بيبقى ممكن ياخد منك شويه وياخد من الراجل اللي انت بتعاتبه ده. فلو انت يعني بيحصل اكشن ولا حاجه بيحصل اكشن فده، وانا ما شفتوش الكلام ده للامانه. يعني الشناوي فعلا يعني ما شاء الله الحاجات دي بيعملها كويس قوي، يقدر يسيطر. انا كويس. انا اخر مباراه احنا كنا بنلعبها الاهلي مع المقصه، انت عارف انا ما فيش جمهور وسامع كل حاجه، سامع كل حاجه. الشوط الثاني احنا كان الشناوي هو الاقرب لينا، فدايما الشناوي انا سامع كل حاجه، سامع يعني يعمل كذا اتحرك اضغط هو على طول. هو وايمن اشرف دايما هو ايمن وبدري وكل الناس الامانه، كل الناس بيوجه، حتى الناس بتوع نص الملعب، حتى الناس اللي قدام لما بيبقى فيه بيضيع فرصه يعني غصب عنه بتضيع او كده، فدايما في توجيه، والتوجيه دايما ايجابي، ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني. طيب هرجع النقطه دي تاني، بس حضرتك بتفتح لي دايما مواضيع. الشناوي واخطا في مباراه بيراميدز، هل من الممكن هو يكون لسه بيفكر في هذا الخطا ولا يعني؟ بص يا كابتن، الشناوي ما شاء الله يعني وصل شخصيه قويه، ايوه، وشخصيه الشخصيه القويه دي ما ينفعش انا افضل عايش على الخطا، لان انا لو عشت يعني فكرت في الخطا كتير هياخد مني وهياخد مني في المباراه اللي بعديها والمباراه اللي بعديها. لا انت عشت مع الشناوي كتير يا كابتن، بيفكر في النقطه دي ازاي او عمل ايه؟ الشناوي دايما يعني ايه طبعا بيستفيد من الخطا. انا كلمته على فكره بعد المباراه ديت، كلمته بالليل او تاني يوم على طول. فانا يعني عايز افهم يعني، فبقول له، قال لي انا لما الكره رجعت له من رامي، كان المسافه على فكره كانت المسافه بينه وبين المهاجم كانت مسافه كبيره. يعني عشان كده اول ما الكره رجعت له كان اول حاجه كان بيفكر على طول يحطها ببطن رجله في يعني يحطها عاليه في نص الملعب. اوكي، فهو بيحطها ببطن رجله في نص الملعب. بدري بنون طبعا كان مواجه للشناوي، راح شاور له قال له العب لمين؟ لحسين الشحات. ده بدري بدري قال له أوكي. يعني شاور له كده، حتى لو انت لو شفنا الكره دي هتبص تلاقي بدري بنون بيشاور له بايدين العب لناحيه اليمين لحسين الشحات. أوكي. في اللحظه اللي كان الشناوي هيبدا يعمل ايه؟ يحط واحده في نص الملعب، لان وده الاوقع، ده الحل الامثل. أيوة. ان انا ايه عشان ايه، لان انا لما الم الكوره، لان لو انت خدت بالك بعد ما رامي رجع الكوره خدت وقت على ما بدات تروح لرجل الشناوي. صح. كان تراوري عمل ايه؟ كان بدا يفتح السبرنت جامد قوي في اللحظه اللي الشناوي كان عايز يحطها واحده، لما بدري شاور له حب يوقف، فما بصش على، كان لازم عينيه تروح للكوره، ما بصش على الكوره. هي دي برافو، هي دي، ما بصش على الكوره وهو بيحط رجله على الكوره. عشان كده الكوره لو انت خدت بالك الاستلام مشيت على اصبعه الكبير، ما جاتش يعني، هو طبعا يوقفها ببطن رجله، بطن رجله هو بيوقفها، راحت فين؟ راحت على وش رجليه من قدام، على صوابعه من قدام، فمشيت. فطبعا قام داخل تراوري وحط رجله انما بقول لك وارد الكلام ده، وبعدها على طول الشناوي لعب مباراه واثنين لا طبعا انا بتكلم ان هو هل من الممكن ان هو يكون لسه بيفكر في لا 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 مستحيل. عدى خلاص عدى بدليل ما هو مش ده اخر خطا ولا اول خطا طبعا، يعني انما برضو الامانه اخطاء الشناوي متباعده قوي، يعني هو ده الحارس الكبير، ان انا يبقى عندي خطا بس. أيوة. كل ايه، كل كم مباراه كم مباراه في الموسم، يعني انت او كم خطا في الموسم، حضرتك بتقيم الحارس طبعًا الكبير او الحارس النجم طبعا باخطائه حتى طبعا، لكن بس قد ايه يا كابتن اسلام؟ قد ايه؟ كم يعني انا بلعب موسم بلعب فيه 34 مباراه محليه، تمام، ما بلعبش ال 34، ممكن العب منهم مثلا، انا كحارس اساسي ممكن يفوتني مباراه او اثنين او ثلاثه، بيبقى عندي 30 مباراه، زائد ان انا عندي يعني لو اتكلمنا على بطوله افريقيا ابطال الدوري بتلعب حوالي 14 مباراه عشان توصل نهائي، بتلعب 14 صح، فادي 14 مباراه كمان زائد 30 بتلعب 44، ولو عندك لو انت حارس دولي بقى كمان بتلعب لك كمان 10 او 15 مباراه، بتبص داخل في 60 مباراه زي لعيبه كاس كمان، هتلاقي داخل في 60 مباراه، احنا بنحسبها كده الحسبه بتاعتنا كده يعني. فلما تبقى عندك 60 مباراه في الموسم ويبقى عندك خطأين او ثلاثه، دي نسبه معقوله جدا جدا جدا. وكلام مهم جدا اللي بيقوله كابتن طارق يا جماعه، الاسلام متكرر، لازم نبقى فاهمين ان ده طبيعي وبيحصل طبعا. وبنشوف حراس مرمى، احنا اتفرجنا على بطوله اوروبا لسه خلصانه، واتفرجنا على كوبا امريكا لسه خلصانه، شفنا حراس مرمى ما شاء الله يعني حاجه تفرح. وبرضه عندهم اخطاء طبعا، الاخطاء ما يعني، ورغم ان حراس المرمى في البطوله دي بالذات كانوا مميزين جدا جدا، ومش عايز اقول ان كانوا يعني دونا روما واخد احسن لاعب في البطوله مش احسن حارس،
اوكي واخد احسن لاعب في البطوله وكسب منتخب ايطاليا حارس منتخب ايطاليا وكسب فريقه بضربات الجزاء مظبوط خد بالك ماتشات كتير قوي خلصت بضربات الجزاء وكان حراس المرمى لهم يد لهم يعني الكلام اللي بيقول دور في في في, في فوز في, في, في منتخبهم يعني فعايز اقول ان الشناوي لما بيلعب 60 مباراه في الموسم ويبقى عنده خطئين او ثلاثه دي نسبه معقوله جدا يا كابتن اسلام يعني تقريبا كده انا بشوفها نسبه لا تذكر يعني لا تذكر يعني بتلعب كل 20 مباراه عندك خطا مثلا ده نسبه معقوله جدا 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 وخد بالك الخطا برضو ايه يعني في اخطاء بتبقى يعني بتبقى اخطاء يعني ممكن يشيل منها جزء يعني ما يشيلش الهدف بنسبه 100% ايوه مش 100% انما نسبه بالنسبه لحارس مرمى بيلعب 60 مباراه في الموسم ده نسبه لا تذكر يعني نسبه لا تذكر طبعا طيب. بالنسبه للشناوي هرجع مره تانية للماتش النهائي لان ده اهم حاجه طبعا هو اهم طبعا. حاجه هو اللي احنا كلنا منتظرينه الشناوي لما بيجي يتكلم مع اللعيبه حضرتك بتشوفه بيتكلم ازاي يعني بمعنى انت قلت لي ان هو كان بيتكلم مع بدر ومع ايمن ومع اكرم ومع معلول في مباراه المقصه لانه كان اقرب هل كلامه بيوصل لشريف محمد شريف مثلا كراس حربه هل كلامه بيوصل في الوقت ده بيوصل ازاي بقى ليه مفيش جمهور عشان مفيش جمهور لا احنا قبل لو في جمهور المدير الفني ما ما توجيهاته ما بتوصلش انت بتبقى ده انت عشان انت كنت بتبقى الماتشات كتير لعبتها ب 100000 واكتر كنت بتطلع بره على الخط عشان تسمعه عشان تسمع دلوقتي لا انت ممكن كلام يوصل للفيرود ويوصل للباك يعني يوصل لكل اللعيبه اللي في الملعب وده شوفوا ماتش في ماتش الاخير ماتش المقصه مع الاهلي يعني ماتشنا احنا لعبناه معاهم بيواجه كل اللعيبه واوقات يبقى مثلا بدري بنون بيستلم الكوره وظهره العب لي يحط يعني عشان يسهل عليه فيلعب للشناوي الشناوي يبدا ياخدها ويغير لمين الناحيه الثانيه ناحيه ايمن وايمن ممكن لو اتزنق يحط رجع للشناوي ثاني الشناوي يحط الناحيه الثانيه ناحيه مثلا علي معلول او يعني الشناوي دلوقتي حارس المرمى بشكل عام بقى حل لخط الظهر بالكامل مظبوط بدل انا مديها واحده طويله وتبقى 50-50 طب انا ممكن ارجع يعني اعمل دوران واديها للشناوي الشناوي هو اللي يبدا الهجمه ثاني من الناحيه الايه انا ممكن كباك خلاص الزاويه بالنسبه لي اتقفلت بالظبط فقدامي ان انا ممكن يا اعمل دوران واحط لي الشناوي يا شوط ايه شوط واحد قدام فالافضل ان انا اعمل دوران لكن هنا بقى التوقيت ده بيبقى تداخل الشناوي يعني طول ما بدري بنون عنده حل غير الشناوي بيعمل ايه ما بيتكلمش ما بيتكلمش برافو عليك ما بيتكلمش يبدا يتكلم امتى ما هو ده بقى هو ارجع لي تعالى هو ده بقى الذكاء وهو ده الفرق. طبعا ده سنس حارس المرمى امتى انا مش عمال على بطال بتكلم وعمال على بطال عايز الكره ترجع لي ورا وخلاص لا امتى انا بتدخل ان وانا لما بتكلم يبقى معناها ان انا ما حدش ضغط عليا معناها ان انا عندي مساحه ان يرجعها لي انا اخر واحد وشايف يعني اخر واحد وشايف فبيعمل دوران وبيرجع للشناوي يبدا الهجمه من الناحيه الثانيه يبقى انا حافظت على الكوره ممكن الكره تيجي جون يعني ممكن انا اجيب جون بسبب ان انا عملت الدوران ورجعت اللفه اللي حصلت دي بدل ما اديها واحده ما انا معناها ان انا شفت واحده دي معناها ان بقت 50-50 اوكي مش ممكن يعني هترد عليا وممكن ترد مش فيها جول بالظبط كده فهو ده بقى تدخل حارس المرمى والسنس بتاع حارس المرمى امتى تدخل مع الباكين اللي قدامي او الديفندرين اللي في نص الملعب او حتى لما انا احب ابقى حتى اوجه بشكل ايجابي او اتكلم بشكل ايجابي للناس اللي قدام لو بنتكلم على شريف او بنتكلم على الناس اللي قدام بقى جاي وقفشه وحسين شحات وطاهر محمد طاهر كل الناس اللي قدام يعني طيب هنكمل كلامنا مع كابتن طارق ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل المباراة النهائية ماذا سيحدث في المباراة النهائية من وجهة نظر كابتن طارق سليمان بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين كابتن طارق كنا بنتكلم في الأوف إير دلوقتي عن اللاعب رقم 3 198 الشناوي هيعمل ايه يعني هو اللي يطلع يعني اطول واحد عندنا الشناوي هو بيطلع في الكرات الثابته دايما يعني سواء الكورنر او الفاولات رقم 3 الفاولات اللي من الجنب دايما هو بيطلع فيها لانه طبعا بالطول ده كده وهو برده بيجيب اجوان يعني هو اطول من الشناوي كمان ب 6 7 سم بحوالي 7 سم الشناوي 91 91 191 ده 198 187 7 سم فهنا طبعا هيبقى في صعوبه طبعا اكيد بس هنا بقى التوقيت اللي انا بطلع فيه وازاي اخد من فوق واخد من اعلى نقطه واخد من قدام الراجل ولا ممكن العب انا كمان بطلع بايديا فايديا دي بتديني طول اوكي يعني انا راجل 185 لما برفع ايديا واقف تحت المرمى انا بلمس العارضه والعارضه 2 متر 44 برفع ايدي بس كده بلمس العارضه 2 متر 44 اوكي فبلمس معناها ان انا ايديا بتديني طول لا انا بتكلم يعني ما هو اكيد برضو اللاعب رقم 3 ما هو اكيد ذكي وعارف ان الشناوي بايديا هيبقى اطول منه فاكيد هيبقى من بعيد تلعب له الكره على البعيد الشناوي يعمل ايه ما كنت حاسب بقى هل الكره دي في فرصه ان انا اطلع العب اخد بالعرض او العب بوكس ولا العب على الثانيه
اوكي في فرصه ان انا اطلع واخد من اخد كره عرضيه واسهل الدنيا عليا من بدري يعني بدل ما قبل ما الراجل يلعبها بدماغه وتبقى في صعوبه عليا فطالما في فرصه ان انا اطلع اخدها بطلع اخدها أوكي. طيب مفيش فرصه يبقى انا بعمل الدوران وبتمركز في مكان كويس ولا بعد تانية التانية دي اللي الراجل يعني غالبا الراجل هيلعبها بدماغه فين في المرمى فلازم ابقى متمركز صح ولازم يبقى انا ما بقاش نازل لتحت قوي يبقى لازم ابقى قريب من خط المرمى لازم ابقى قريب من خط المرمى طالما كره بالعرض والراجل يحطها بدماغه ما ينفعش يبقى بينه وبين خط المرمى 2 3 ياردة مشكله حارس مرمى طبعا مشكله كبيره جدا وشوف كده اتفرج على الدوريات الاوروبيه واتفرج على كل الدوريات في العالم واقفين على الخط دايما الحارس لما تبقى كره عرضيه بيبقى ياخد خطوتين بره اول ما عشان يطلع ياخد طب الكره مش بتاعته يبدا يعمل دوران يبدا يعمل ترن لورا كده بظهره ويبدا يرجع يبقى قريب جدا من خط المرمى انما حته ان انا اتفرج كده تبص تلاقي دايما يعني بص الكره عرضيه دي اللي كره عرضيه تلاقي قبل لا وهي عرضيه لسه رجع الكره عرضيه كده هتلاقي بص الشناوي فين بيطلع بالعرض بص بدا يرجع اهو بدا يرجع اهو الراجل بيحط دماغه بص الراجل بيحط دماغه بقى فين يا كابتن بعيد بص بقى فين لا بص بقى فين تمركزه فين بس خليك واقف كده يا سيد وابتدى يتحرك بص تركزه بقى فين قريب جدا منين من خط المرمى هو على الخط تقريبا بالظبط كده لازم فعش يبقى متقدم لان الراجل ده لو لمس ولمس هتخش ممكن تعمل كيرف فوق كده لوب فوق تخش فلازم ابقى قريب من خط المرمى عشان ما بقاش في اعلى نقطه للكوره عشان ما بقاش في اعلى نقطه للكوره ايوه انما انا لازم ابقى تحت شويه عشان الكوره وهي عاليه ابقى انا تحت تبدا تنزل ابقى انا ايه يعني لو حضرتك هتنصح الشناوي في لعيب عنده 198 طول هتقول له ايه ما انا بقول لحضرتك كده يعني هو ده اللي هتقوله انا بقول لحضرتك لو الكره العرضيه انا عندي احاول اطلع اخدها طبعا بس مش معنى كده ان اطلع في كل كوره عشان في اوقات تبقى صعبه وتبقى بعيده فعلى ما اطلع ممكن ما الحقش انما لو انا هطلع بايديا ببقى اعلى منه بكتير مع الجنب طبعا اللي انا بعمله بعديه بمراحل يعني طبعا فده رقم واحد ان انا لو عندي فرصه اطلع اخدها باخد طب ما طلعتش خدتها خلاص على الخط خلاص يبقى انا برجع بتمركز مكاني وبقى قريب جدا من خط المرمى واستنى الكره الثانيه الكره الثانيه دي بقى ممكن العبها بدماغه هتبقى غالبا في المتناول بتاع الايه بتاع الشناوي مش هتبقى صعبه يعني يا رب ان شاء الله طيب على الجانب الاخر احنا برضو كنا بنتكلم دلوقتي عن الناحيه الهجوميه تقول ان مشكله الوداد في مباراته امام كايزر تشيفز الذهاب مباراه الذهاب انا اتفرجت عليها عمل 200,000 كره عرضيه بالظبط كده هي دي كانت مشكله ان انت مصر تعمل كرات عرضيه من اليمين والشمال وحارس المرمى كان موفق في المباراه دي جدا كويس الحقيقه كان موفق للامانه يعني كان موفق هو المباراه دي عملها كان نجم المباراه الاول يعني كان موفق بس انت برضه مصر ان انت تعمل كرات عرضيه من اليمين وهم طبعا طوال فكل كره عرضيه هم بياخدوها كان لازم يبدا الوداد يبدا يتعامل معاهم من العمق يبقى في مهاره فرديه يبقى في 1 2 من جوه يبقى في شوتينج يعني يخش بقى يحاول يخش من جوه من الحاجات الضيقه اللي احنا اللي محمد شريف بيعملها واللي بيعملها السلاي لما بيطلع لما يزيد بالكوره ولا بيعملها مجدي قفشه لما بيحطها بينيه بين خط الظهر ايوه الحاجات دي سهله جدا ان انا اضربهم بيها انما ما صرش ان انا يا كابتن اسلام اعمل كره عرضيه من اليمين واعمل كره عرضيه من الشمال وهم يطلعوا ويبدا يبقى في واحده مثلا تطلع بره ال 18 فيحطها واحده مرتده لحد من الناس اللي قدام فتعمل عليا مشكله فدايما انوع شويه ما بقاش انا مصر الوداد في المباراه اللي تعادل فيها 0-0 في المغرب اكتر من مش عايز اقول انت شفت الماتش كرات عرضيه كتير جدا من ناحيه اليمين كله كرات عرضيه طب ما خلاص ما انا لازم اغير اسلوب الهجوم بتاعي شويه ابدا اخش من العمق يعني مجدي قفشه ما هو بيخش اوقات كتير كده وحاططها بين السرد باكين بالراحه كده بص رايح واحد رايح بس لما يبقى عندك سرد باكات طويله لو حطيتها على الارض اكتر وبطاء لو حطيتها على الارض اكتر ده انا ممكن بس اعمل دوران واشوط شفناها كتير شريف بيعملها كتير جدا بيعمل دوران ويشوط ويجيب جوان كتير من أيوه. في الحته دي أيوه. فلازم يبقى عندي تنويع في الناحيه الهجوميه ما يبقاش تعتمد كلي على الكرات العرضيه من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال طيب الناحيه الدفاعيه نعمل فيها ايه بمعنى خلاص احنا اتكلمنا عن الشناوي بشكل كبير وقلنا ان احنا لازم اتنين يقفوا احنا مش هتبقى عندنا الناحيه الدفاعيه في مثل هذه في يعني على شكل وطريقه واداء ولعب نادي كايزر تشيفز بيلعب في 30 يارد بالظبط بعدين بيعتمد على رقم 9 زي ما شرحنا حتى طويله وطويله والناس بتكمل بالظبط كده لازم دايما يبقى احنا عندنا اعداد اكبر بالظبط في اي طريقه انت مع ان هو يلعب بثلاثه في وسط الملعب ولا اثنين لا انا شايف ان المباراه دي يعني يلعب باثنين يعني اثنين بالنسبه للنادي الاهلي اثنين مع التنظيم الدفاعي بتاع النادي الاهلي لا عشان يبقى يعني يبقى مالك نص الملعب كويس يبقى عنده ناحيه هجوميه افضل يلعب باثنين حتى في ظل اللي حضرتك بتقوله ان لازم دايما يبقى في حد متواجد مع السنتر ما هو اللي بيحصل ايه ان يبقى في لعيب واحد بس هو اللي بيعمل عمق هجومي أوكي. او هم بيطلعوا عليه محطه بيطلعوا عليه فده بيبقى دايما مع اثنين واقف مع اثنين طب انت مش عايز اكتر من كده وبيبقى كمان باكين بيبقى برضه قريب ما بيبقاش طبعا معاهم تحت
بس بيبقى في نص الملعب بس قريب. انما انت عشان تلعب بثلاثه فانت بتقلل برضو الناحيه الهجوميه، انت محتاج تجيب جون. يعني زي ما كنت بنتكلم لو جبت جون بدري شويه هيريح الدنيا هتختلف طبعاً. شويه طيب هم هيعتمدوا على يعني الناحيه الدفاعيه يعني بشكل كبير جدا. فانت كمان بتلعبش بقى بثلاثه في نص الملعب، ممكن بعد كده تلجأ لها اثناء المباراه، ممكن يعني ربنا يوفق يبقى في هدف في الاول او ممكن يبقى في هدفين، فيبقى انت معاك. يبقى انت هو بص يا كابتن عايز تستحوذ ما شاء الله يعني. الراجل بيعمل سيناريوهات كتير قوي اثناء المباراه يعني بيعمل في اول ربع ساعه وبعد نص ساعه، وشفنا الكلام ده مثلا لما طلع ياسر في مباراه، طلع مباراه المقاولين العرب لما طلع ياسر ابراهيم ونزل مهاجم وبعد كده مرجع ايمن اشرف، يعني بدا عنده حلول كتير، وما شاء الله في مرونه تكتيكيه في لعيبه كتير بتلعب في اكتر من مكان. مظبوط. فده بتسهل له حاجات كتير قوي. ما شاء الله يعني اللعيبه ايمن اشرف ممكن يبقى باك ليفت، وشفناه كتير جدا يعني في مصر مثلا الترجي في تونس الاهلي كسب فيه 1-0 فترات كتير جدا كان بيبقى كان بيلعب بثلاثه. كان بيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ كان حمدي قفشه سوري حمدي فتحي بيعمل ايه؟ بينزل جنب بدر، وايمن اشرف يرحل فين؟ شمال وعلي معلول يبقى فين؟ قدام جناح، يبقى جناح. طول المباراه طول ما الكوره مع النادي الاهلي كانت كده، بتلاقي حمدي فتحي جنب بدر، جنب بدر بانو، وايمن بيروح ناحيه الشمال وعلي بيطلع فين؟ قدام. طب الاهلي خسر الكوره ترجع تاني، بتلاقي علي رجع باك ليفت وايمن ضم وحمدي بقى فين؟ ستاره، الستاره اللي هم الثلاثه اللي ايه في نص الملعب، وحمدي وديانج وعمرو السولي. شفناها كتير جدا في الشوط الاولاني بالذات، اتعملت كتير قوي قوي. يعني موسيماني دايما بيبقى حريص على ان هو يفرج اللاعبين على فيديوهات لكايزر تشيفز اكيد. طوال فتره السفر كريم احمد من المغرب كان دايما بيقول لنا هذا الكلام، ان هم قاعدين بيتفرجوا دايما على الايباد على اعتقد ان ده شيء جيد، ولا ده ممكن جيد جدا ما يزودش الضغط شويه ولا حاجه؟ لا يعني بالعكس، انا شايف ان انا يعني احنا مثلا كحارس مرمى بنتفرج، لو هم لهم ضربات جزاء بيشوف ضربات جزاء، بنتفرج على الناس اللي بيشوف ضربات جزاء، بنتفرج على الناس زي ما حضرتك بتتكلم طول رقم 3 طوله 197 سم. فده لو انا مثلا نزلت الماتش واتفاجئت بيه، طب ليه؟ طب ما انا من بدري ابقى شايف، طبعا ابقى شايف اللوان اللي بيجوها ازاي، كرات عرضيه، كورنر، فاول، شوتينج بره 18، فاولات، الحاجات دي كلها مهمه جدا، بتديك انت خلفيه عن الفرقه وتديك صوره كبيره جدا عن الفرقه. فلما تيجي تلعب معاهم بتبقى انت خلاص اوريدي انت في مخزون عندك عن كل لاعب في الفرقه، فبتسهل عليك حاجات كتير قوي. انما موضوع ان انا ما اشوفش الفرقه تماما واقول لا اصل هيعمل عليا ضغط، لا انا لعيب كبير وانا لعيب اتحطيت في، انا بلعب مع النادي الاهلي وباخد بطولات وبلعب كاس عالم وبلعب مع انديه كبيره وبلعب مع فرق منتخبات، بلعب لا انا راجل لعيب دولي. فموضوع ان انا اشوف فرقه ويبقى فيها لعيبه كويسه ويتعمل عليها ضغط واخاف وكلام، لا الكلام ده مش يعني خلاص، لا الموضوع ان انا اشوف فيديوهات دي مهمه جدا جدا يعني، مهم بالعكس، وكمان اشوف فيديوهات ليا انا بقى اللي انا كحارس مرمى او كلاعب يعني فيديوهات جماعيه بقى للاهداف اللي احنا بنجيبها، للكرات الحلوه اللي اتعملت وجات اجوان، ولو في حاجه سلبيه ممكن يعني ده كان بتتعمل. انا محترم كان في بعض المدربين الفنيين بيعملوا ايه بقى؟ يعني مثلا كابتن اسلام عنده حاجه سلبيه، ممكن كابتن اسلام لوحده مع مثلا المدرب العام او مع المدير الفني يفرجوا عليها لوحده، يقول له خلي بالك ما تعملش كده، خلي بالك في كذا وفي كذا وفي كذا، عشان برضو ايه ما يبقاش ايه على الملأ قدام كل اللعيب. انما لو في حاجه ايجابيه بالعكس ده انا اكبرها قدام الناس كلها. كان في مدربين فنيين بيعملوا الكلام ده. حاجه سلبيه بياخد كل لاعب عن حده، يعني مع المدرب العام او المدرب المساعد او حتى مع المدير الفني حاجه سلبيه وبيكلموا فيها، بيجي بالماتش اللي بعده بيعالجها. ما هو ده يا كابتن اسامه، هو التطور بيجي ازاي؟ يعني انا هطور حارس المرمى بتاعي ازاي؟ ما كنتش انا لازم كل مباراه يبقى عندي سلبيات وعندي ايجابيات، بحاول اقلل السلبيات والايجابيات تعمل تزيد. عندي المباراه اللي جايه سلبيه احاول اعالجها عشان اخلص منها، ودي هي دي الخبرات وهي دي اللي بتنجح ودي اللي بتجيب بطولات. التفاصيل الصغيره الكتير دي كل ما تبقى انت بتهتم بيها بتنجحك في المباراه وبتنجحك انت تاخد بطوله. طيب انك اتفضل، لو ما عندكش حلول للتفاصيل الصغيره دي هتكتر وهتبقى عندك مشكله، فلازم انت اول باول تقول طبعا طبعا تقول انا عندي هو ده المدرب الكويس يا كابتن اسلام. اما انا لو ما عرفتش التفاصيل الصغيره دي يبقى انا مدرب مش شاطر، يبقى انا مدرب ما انا يعني انا عندي مشكله هعالجها ازاي وانا مش عارف المشكله، يعني وانا مش عارف اوصل للمشكله، مش عارف اوصل للمشكله، ايوه فهمت، هعالجها ازاي؟ فلازم اوصل لها ولازم اللاعب يبقى مقتنع باللي انا بقوله ويناقشني ويفتح حوار. انا كنت بعمل كده، يعني احنا لما بنيجي نتكلم في اي سلبيه بفتح حوار مع الحراس ولازم هم يتكلموا معايا، طالما مفيش جدال وطالما احنا ما بنتكلمش في يعني انا لا انت مفيش جدال، بالعكس طول ما انا الراجل اللي قدامك ده مقتنع بقدراتك وعارف ان انت بتتكلم صح وبتكلم بمنطق، فصدقني هتلاقي الدنيا بتبقى سهله جدا، مختلفه تماما، طبعا بتبقى مختلفه. طيب اكرم توفيق في الجانب الايمن من وجهه نظرك شايفه ازاي؟
ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني من ساعه فتره اللي لعب فيها ادى بشكل كويس قوي، يعني تحس انه مولي المكان ده واقف فيه بشكل كويس جدا جدا، ويعني تحس انه بقى منافس قوي لمحمد هاني. يعني كلمه حق تتقال يعني لما لعب انا شايفه انه يعني ادى في كل مباريات اللي لعب فيها ادى بشكل كويس قوي. وهاني طبعا قبل ما يقعد وقبل الاصابه كان ما شاء الله وصل لفورمه عاليه جدا جدا، وبقى في منتخب مصر وخلاص يعني بقى مال المكان ده. سبحان الله بقى انت كنت بتدور على، خد بالك في فتره لعب فيها بيكهام. معلش يا كابتن طارق، ده طبعا وصول اللاعبين بعد انتهاء المران في ملعب التدريب ووصولهم الى ارض او فندق الاقامه. فندق الاقامه في المغرب، في الدار البيضاء. الدار البيضاء زي ما حضراتكم شايفين، يعني على قد ما بنقدر الحقيقه بنحاول دائما ان احنا نكون مع حضراتكم لحظه بلحظه لكل لاعبي النادي الاهلي عشان تبقوا عارفين. شوف هنا الصوره، هنا الثلاثه اللي في خط الظهر، يعني رامي وبدر وياسر ابراهيم. تحس ان العلاقه حلوه، يعني في جو حلو. اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش. انا بشوف ده، خد بالك دي يا كابتن اسلام بتجيب بطولات. اوضه اللبس دي تبقى سبب رئيسي في ان الفرقه بتفوز ببطوله او المنتخب بيفوز ببطوله، اوضه اللبس. فانا شايف العلاقه ما شاء الله علاقه ممتازه يعني بين اللعيبه كلها، واكيد العلاقه اللي عامل العلاقه ده كابتن اسلام هتبقى راجعه برضو ان في جهاز فني كويس، جهاز فني طبعا بيعرف يتعامل مع اللعيبه، سواء بقى مدير الكوره، الراجل المدير الفني، الجهاز المعاون اللي موجود كله، الكابتن الخطيب موجود معاهم في 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 في, في المغرب، وموجود في كل التدريبات حتى قبل ما يسافروا. فالجو ده جو اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق، وانا متفائل خير يا كابتن اسلام. يعني يعني احساسي كده ان شاء الله يبقى في مكسب، ومكسب مريح يعني ان شاء الله. وجود اللاعبين اللي خارج القائمه شايفه ان هو ليه؟ هنا اتعاملت قبل كده كتير. أيوة. وكانت نقطه ايجابيه ما كانتش سلبيه، خد بالك ممكن الناس تقول العدد كبير بالظبط، يعني اصل في ناس بتقول هذا الكلام، عشان كده انا بقول لك اتعاملت معاك كتير. اتعاملت كتير قبل كده وكانت نقطه ايجابيه جدا. طالما انا ايجابيه من ناحيه ايه يا كابتن؟ ايجابيه من ناحيه ايه؟ بص يا كابتن، انا ممكن اخد عدد كبير وانا متاكد ان انا جوه، انا بره، انا في المدرج، انا مش يعني بتلاقي مش الروح خالص. يعني ده اللي بقول لك عليه، يعني العدد الكبير ده هيبقى سلبيه امتى؟ لو انا مثلا انا كراجل مثلا مدير فني باجي اختار 11 لعيب قبل المباراه مثلا بيومين او بثلاثه عشان اعمل تكتيك معين، فتبص تلاقي ايه بقى الناس اللي بره تعمل ايه، تبدا بقى اللي يلو بوزه واللي كشر واللي مش عارف، تبص تلاقي الجو العام بتاع الفرقه مش حلو. لو انا باخد العدد ده وانا يقينا عارف ان هيبقى في مشاكل، مش هاخد العدد ده. انما انا متاكد يقينا ان اللعيب اللي بره بالعكس. انت اول لقطه شفتها قلت، ما عشان كده بقول لك ايه، النهارده لو الراجل مثلا حب يعمل فاولات وحب ياخد مثلا مجموعه من اللعيبه اللي هتبدا المباراه واعمل عليهم تكتيك معين، هتبص تلاقي اللعيبه الثانيه بتعمل يعني اي حاجه سلبيه تاثر على المجموعه. ما اعتقدش ان ده هيحصل. مستحيل، لان يعني لما الوقت اللعبه كلها عاملين كده مع بعض. أوكي. اللي جوه زي اللي بره زي، المهم ان في النهايه الفرقه دي ترجع بالايه، بالبطوله، بالكاس. فعشان كده لو العدد زاد او العدد بالعكس العدد زاد هتبقى نقطه ايجابيه جدا في صالح الفرقه. انت شايفها نقطه ايجابيه عشان زي ما بقول لحضرتك كده كابتن اسلام، انت واصل لمرحله انا مش باصص، انا يعني مش باصص لنفسي، انا كلاعب مش باصص لنفسي ان انا عايز ابقى موجود في الملعب وخلاص، لا انا باصص لاسم نادي الاهلي وفريقه. الاهلي ياخد البطوله، الاهلي ياخد البطوله حتى لو انا بره، وده شفناها في ماتشات كتير قبل كده، والاهلي ده يعني حصلت في اي نهائي من اللي حضرتك. اتفضل. نهائيات كتير في ماتش الترجي في 2012. احنا كنا مسافرين، كان عدد كان كبير، كان في لعبه كتير بره. انت فاكر انا كان في ده كان على الدكه، بركات وابو تريكه ومتعب، وكان في لعبه كتير على الدكه. وكسبنا هناك، وكنا حتى اللي بره الفرقه. وكان في ناس بره في المباراه، كنا متعادلين 1-1. ورحنا هناك، كابتن حسام خد كل اللي خد لعيبه كتير. ورحنا هناك كسبنا 2-1 وخدنا البطوله. وكان في متعب وبركات وابو تريكه على الدكه وكسبنا. فحصل كتير في ماتشات كتير، كنا بنسافر العدد كان بيبقى كبير. لو كابتن حسام قبل ما يسافر او حاسس بالاوضه اللبس مش تمام مش هيعمل كده. هيقول لك لا انا اخد 22 لعيب او اخد 23 لعيب، ثلاث حراس مرمى و20 لعيب. عشان لما اروح هناك يبقى اللي بره 2 3 انما انت واخد عدد كبير، لا انا شايفها نقطه ايجابيه مش تبقى سلبيه خالص. نقطه ايجابيه وليست سلبيه، لانه طبعا الكلام كتير في النقطه دي، ولكن في النهايه احنا شفنا ده تجربه، واضح ان هي تجربه. وتجربه عشت الكلام ده. حضرت تقريبا 7 نهائيات، عشان كده بسال حضرتك. لا النقطه ايجابيه مش هتبقى سلبيه خالص ان شاء الله باذن الله. يعني يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع على فاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن طارق سليمان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن طارق، بدر بنون ووجوده في بلده
في المغرب ووجوده كمحترف في النادي الاهلي، هل ده هيفرق مع حفظه للملعب، لعب في الملعب ده كتير، هل ده هيفرق؟ بص ما فيش شك طبعا ان هو بشكل عام بدري بنون انا شايفه من يعني من اللعيبه اللي فرقت جدا جدا مع دفاع النادي الاهلي في الفتره اللي بدا يلعب فيها، لان هو انا فكرني بعماد النحاس الامانه، يعني ايام ما كان موجود عماد كان دايما الاهلي بيبدا الهجمه صح من ورا، يعني مزبوط. دايما عماد كان بيطلع كره صح قوي. فانا شايف ان بدر فرق جدا جدا في دفاعات النادي الاهلي، وبقى الاهلي دايما الكره بيبدا الهجمه من تحت. بدر من النوع اللي ما بيشتتش كتير، دايما بيبدا الكره صح. فدي نقطه مهمه، حتى بدا كمان حتى الناس اللي جنبه بدا يلعبوا نفس الاسلوب بتاع بدر، وده بقى اسلوب دلوقتي موجود في العالم كله. يعني انما بدر الامانه هيفرق جدا مع دفاعات النادي الاهلي في كل المباريات اللي لعبها، وكمان في النهائي ان شاء الله. زائد طبعا كمان انه زي ما حضرتك قلت انه دي بلده طبعا، واكيد الملاعب دي لعب عليها حافظها. طبعا مفيش كلام يعني. فاكيد دي هتبقى نقطه ايجابيه يعني، يعني نقطه ايجابيه يعني تضاف يعني للنادي الاهلي، ان يبقى بدري بيلعب على لعب على الملاعب دي كتير، واكيد طبعا هيبقى برضه ممكن يبقى روح معنويه في حاجات كتير قوي يعني بلعب في بلدي. طبعا مفيش كلام يعني. طيب كابتن طارق، نروح لحارس مرمى او هم اثنين حراس مرمى بيلعبوا يعني، انا او الثلاث حراس مرمى لعبوا يعني، لعبوا الثلاثه لعبوا انت مذاكر الاساسي يعني. انا اتفرجت على دانيال، هو اللي يعني هو اللي بيلعب الفتره الاخيره، وهو اللي لعب المباراه الاخيره مع نيجيري اللي هو الحارس المحترف منتخب نيجيريا، ولعب طبعا المباراه الاخيره مع الوداد، ولو انا كان متالق فيها وخد افضل لاعب في المباراه. وانا شفت المباراه كان هو كان موفق يعني، هو ايه انا شايفه مش من افضل حراس يعني، في حارس مرمى تاني افضل منه، انما هو كان موفق قوي في المباراه دي. انما بشكل عام طبعا هو برضه عشوائي يعني، لو احنا بنتكلم على الفرقه بشكل عام فيها عشوائيه، وفرقه ممكن يعني بتتكلم على تحركاته بقى، الحاجات اللي انت يعني شايفها ان هم تحركاته تحت المرمى، خروجه من المرمى، حتى الشغل المهاري بتاعه برضه مش يعني ما فيش فيه مهاره، ما فيش فيها انسيابيه، ما فيش فيها لا في عشوائيه في الاداء. انما هو كان موفق كان موفق، انما مش معنى كده ان هو يعني يبقى ده اهم نقاط الضعف اللي شفتها فيه. هو ما بيطلعش خالص يا كابتن اسلام من تحت المرمى يعني. هو واقف تحت المرمى ما بيطلعش تماما. الحاجات القريبه جدا بيطلعها، عنده الرياكشن عالي قوي. يعني الحاجات دايما اللي بتتحط بقى بالدماغ، لان طبعا الوداد كان بيلعب كره عرضيه وكان دايما بتتحط، بس كانت بتبقى محطوطه قريبه جدا منه، فكان دايما بيطلعها بيلعب عليها بشكل كويس قوي. انما هو طبعا في الحاجات لو اتحطت بعيد لو اتحطت بعيد او حاجه جاي له مباشره فيها شوطه فيها وان تو اتحط سريعا هيبقى تبقى صعبه عليه. انما هو كحارس مرمى بشكل عام لا، برضه من الحراس اللي انا بعتبرهم انا شفتهم في مباراه اداؤه كان كويس. فما اقدرش اقول ان انما هو في عشوائيه فنقدر نسجل فيه، وده على فكره داخل فيهم اهداف. هو طبعا في 7 ماتشات ما دخلش فيهم اهداف، بس ان عندهم نسبه اهداف يعني دخل فيهم اهداف برضه مش قليله. يعني في المباراه القليله مثلا مباراه سيمبا اتغلبوا 4 كانوا اتغلبوا 3 انا اسف، كسبوا 4 واتغلبوا 3. وفي مباراه ثانيه دخل فيهم اهداف كتير. حتى الوداد في الـ في الـ في الاول كان دخل فيهم، كان الوداد كسبان 4 في الـ في الـ في دوري المجموعات فلا يقدر نقدر نجيب فيهم اهداف كتير يعني. فبشكل عام لا، هو حارس مرمى يعني نقدر نقول حارس مرمى جيد، انما مش يعني مش شناوي مش يعني من التوب يعني. لا طبعا مش من التوب طبعا يعني. ووجود لعيبه مدافعين كبار وطوال بيسهل حارس المرمى. طبعا بيسهله خلاص بقى، انا يعني ما بقى عندي مدافع قدامي طوله 197 سنتي، والناس اللي موجوده برضو المدافعين طوال، والمدافعين ده اللي جنبه برضو حاجه 180 طيب يعني. انا هنا في التوقيت ده طبعا كل الكرات العرضيه اللي بتتلعب يعني المدافعين بيشيلوها. يعني كنت بشوف الكلام ده لما كان موجود معانا حجازي، احمد حجازي لما كان موجود معانا الفتره اللي لعب فيها حجازي في النادي الاهلي. حاجات كتير قوي يا كابتن اسلام، كنت دايما في اي مكان تبص تلاقي حجازي اخر يعني، حجازي دايما يطلعها عدت من القائم الاولاني، تبص حجازي ودايما حجازي بيبقى فين، بيبقى متمركز في النص. تبص تلاقي الكوره جايه دايما هتطلع حاجات كتير قوي وحاجات خطر كتير جدا علينا الامانه يعني. لما كان موجود فيبقى عندك مدافع طويل، دي ميزه كبيره جدا. وفي نفس الوقت بقى لما يبقى الحاجات دي عرضيه ليهم هم، لما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه كورنرز قلنا لو في كورنر ليهم او في كرات ثابته فاولات من بره ال 18 هتبقى خطر جدا عشان عندهم اطوال. فمهم جدا برضو ان الطويل ده بقى يبدا يعني يبدا اللي دايما تشترك معاه كابتن اسلام، ويبقى كتف في الكتف. حتى هو ما يلعبهاش يعني مش لازم انت تلعبها تاخدها، بس على الاقل تطلع معاه تشترك معاه عشان حتى لو لعبها ما لعبهاش. مهم النقطه دي قوي طبعا قوي. يعني الاشتراك مجرد الاشتراك اللمسه دي بتغير، بص عشان حتى ما يلعبهاش مستريح بدل ما يطلع فوق ويركبها ويبقى ضامن. لا انا اطلع معاه ويبقى في احتكاك قوي بدون ما يبقى فيها عنف. يعني بدون ما يبقى في اللمسه الخفيفه دي اللي هي بالكتف طالع احتكاك قوي، احتكاك فيه يعني في قوه كده في الاداء،
انها بدون ما يبقى فيها تهور. اتلغت قاعده ان حارس المرمى يطلع يتلمس في الست يارده دي بتاعته، اتلغت القاعده دي. ما اتلغتش، ولكن برضو دلوقتي محدش بيعمل بيها، معرفش يعني بيبقى لها ليها طبعا شروط، لها مواصفات زي امتى تتحسب وامتى ما تتحسبش. طب حارس المرمى يعني هو طلع ياخدها وكان هو يعني هو الكره بالنسبه له كانت مخلوق مسيطر عليها وكان في احتكاك من 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 اللاعب او لا هو اللي طلع وخبط في الناس. لا يعني الهدف لو تفتكر الهدف بتاع اللي احنا جبناه في بيراميدز وما اتحسبش بتاع بواليا وشريف اكرامي لما كان طالع يمسك الكوره ووقعت من ايده، ما دي اتحسبت على بواليا انا فاكرها طبعا فاكر. لا ولو انت فاكر من سنتين ماتش الاسماعيلي وماتش الاسماعيلي نفس اللعبه تقريبا، كان موجود معانا محترف سيرد باك كان اسمه، انا ناسي اسمه دلوقتي، المالي برافو عليك. ده طلع احتكاك عادي جدا طويل برضه، طلع احتكاك عادي جاب جون صحيح 100%. فاكر الماتش ده؟ أيوة تعلمنا في 1-1 كان برضه نفس الفكره كده، نفس الفكره كده. فكره القاعده دي ما اتلغتش. لا ما اتلغتش، بس هي هو في النهايه الحكم بيبقى حاطط لها قيود اكتر يعني. بيحط لها قيود اكتر، بس بيرجع دايما ايه يقول لك يعني وانا طالع انا يعني كره انا بتاعت انا وضامنها وطالع ومسكها وفي احتكاك حصل، ولا انت طالع والراجل كان اقرب ليها. بدليل ان في اوقات حراس مرمى بيطلعوا تحس انهم ضربات جزاء لانه ما بيلعبش الكوره، بيخش مثلا في دماغ اللاعب اللي قدامه او بيبقى في احتكاك قوي جدا والراجل لمس الكره قبليه فبيحسب ضربه جزاء. فهنا طبعا هي هتبقى راجعه طبعا شويه لتقدير الحكم يعني. اخيرا يا كابتن طارق، لو انت في مثل هذه المباراه مدرب حراس المرمى، اخر كلماتك لمحمد الشناوي هتبقى ايه؟ او للحراس طبعا محمد الشناوي وعلي في النهايات اللي انا كنت متواجد فيها بحاول اقلل الكلام قوي مع الشناوي فعلا؟ طبعا خلاص بقى احنا انت وصلت انت مركز بنسبه عاليه قوي فكتر الكلام هنا بيشدك اكتر يعني ايه انت مش محتاج كلام كتير بس الناس بس كل كلمه بتتقال بتبقى انت قصدها وانت تقولها يعني ممكن كلمتين ثلاثه ما يعني ايه وانت تتقال يعني بيبقى في توقيتات معينه في تتقال تقول امتى يا كابتن لو انت هتتكلم يعني ممكن اتكلم مثلا ومثلا قبل الماتش هو احنا رايحين نسخن قبل ما يبدا المباراه خلاص يعني كلمتين إيه الحاجات دي مش هتنسي ايه اللي هتقولها له يا كابتن خلاص شناوي احنا خلاص احنا وصلنا خلاص احنا 90 دقيقه ونتوج المباراه فخد بالك من كذا وخد بالك من كذا زي ما كنا بنتكلم في البدايه ركز اعمل كذا اتكلم مع لعيبتك اتكلم مع اللعيبه تبقى هادي جدا جدا تبقى ما تبقاش في اي انفعال حتى لا قدر الله لو اخطأ طبعا عليك. لو حصل حاجه لا نلم نفسنا تاني ونرجع تاني هنكسب الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا تتقال في توقيتات معينه معنا كابتن اسلام احنا في نهائي افريقيا 2012 تعدينا هنا 1-1 صح وكان عندنا خطا كبير من في المباراه دي من شريف ايوه ورحنا هناك كسبنا المباراه 2-1 وكان شريف من احد نجوم المباراه ايوه فازاي انت بقى في احنا قعدنا اسبوعين على ما لعبنا المباراه الثانيه ازاي تعالجوا نفسيا وبقى دي احطها تحتها 100 خط تجهيز نفسيا دي بدنيا وفنيا دي على فكره امورها بتبقى اسهل بكتير جدا من نفسيا لان احنا قعدنا اسبوعين السوشيال ميديا طبعا مسكنه طبعا لغايه لما خدت البطوله لحد ما خدنا البطوله فعايز اقول بقى لا الشناوي ما شاء الله يعني هو ماشي بشكل كويس قوي هو كابتن الفرقه في ثقه كبيره جدا واصله للجمهور أيوة. في ثقه كبيره جدا واصله من الجهاز حتى من اللعيبه زمايله داخل الملعب فكل الحاجات دي بتدي افضليه للشناوي يبقى نازل المباراه يبقى هادي جدا جدا يبقى هدوءه ده بيوصله للعيبه كل كلمه بيقولها للعيبه دي بتبقى هو بيعنيها ويبقى حتى لو حصل لا قدر الله في سوء بينه لازم هنا يحصل ايه لازم اللعيب واحد لمه لازم تتلم بسرعه فانا شايف لا الكلام يبقى قليل قوي ولكن الكلام يتقال في توقيتات معينه والكلام يبقى ايه يعني خلاص انت بتتكلم كلمه هينزل بعد هيلعب مباراه فتبقى الكلمه دي ما ينساهاش فدي حاجات مهمه جدا بتتقال يعني وفي النهايه كابتن اسلام بقى انت بتعمل كل اللي عليك وبتاخد بالاسباب كلها وفي النهايه توفيق ربنا بقى سبحانه وتعالى كابتن طارق شرفت ونورت انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا دايما الحقيقه بنبقى سعداء جدا بوجودك معانا اتمنى لك يا رب كل التوفيق في فيما هو قادم ليك مع مصر المقاصه مصر المقاصه اموره جيده اعتقد دلوقتي الدنيا الحمد لله كويسه يعني احنا ماشيين بشكل كويس يعني ترتيب مش يعني بالنسبه لنا طبعا كنا نامل ان احنا بس لسه الدوري يعني لسه في يعني لسه في 6-7 ماتشات ممكن نستنى 6 ماتشات ممكن ربنا يوفقنا ونكسب عندنا ماتشات ممكن نكسب وناخد رابع فاتمنى التوفيق ان شاء الله من الناس الحاجه الحلوه اللي انا اتمنى اقولها يعني ان طبعا. محمود حمدي من حراس انا بعتبره من افضل حراس مرمى في الدور الثاني الامانه يعني عامل مشاهد كويسه جدا جدا مع 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 مصر المقاصه الولد بيأدي اداء كويس جدا جدا شال واحده من شريف حلوه قوي
هو أوي. بشكل عام يا كابتن اسلام والله يعني هو كان عنده خطا في الهدف بس شال واحده من شريف حلو قوي بس هو طبعا صعبه جدا جدا صعب. هو مباراه كتير قوي كابتن اسلام هو احد اسباب الفوز المقصب في المباراه هو محمود حمدي أيوه. في ماتشات كتير يعني الدور الثاني انا بعتبره واحد من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه برضه يؤدي بنفس الاداء ده وناخد رابع ان شاء الله يعني ربنا يكرمك ونلعب افريقيا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك انا بشكرك جدا يا كابتن طارق دايما مشرف ومنور وان شاء الله يا رب نكلمك يوم السبت او الاحد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا كابتن اسلام والله انك كنت معايا يا رب يا رب محترمه اعلامي متميز ربنا يخليك يا كابتن وكنت موجود انا موجود طبعا في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير شرف لي والله ان شاء الله باذن الله نحتفل ان شاء الله مع بعض ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن طارق انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره يوم الاحد يا رب يا رب ربنا يكرمنا يوم السبت كل المسانده وكل الدعم من جمهور النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت القادم في الساعه 9 كلنا هنقعد ونتفرج على هذه المباراه النهائيه انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله نتقابل يوم الاحد القادم وحلقات جديده من البيت الكبير